اهلا بكم اعزائي المشاهدين في لقاء جديد بعنوان صوما مقبولا وذنبا مغفورا يعني مليار ونص صاموا شهر رمضان اخر يوم في الصيام من النهارده بس عندهم اقتناع بفكره خاطئه وخطيره للغايه لما يصوم رمضان هتغفر له الخطايا خصوصا الخطايا القادمه ما اعرفش القادمه لحد رمضان الجاي ولا كل القادمه وهل يعق الانسان ان الله سبحانه اللي هم برضه بيؤمنوا بيه انه قدوس وعادل القدوس العادل يغفر خطايا الناس عشان صاموا رمضان هل هذه عقيده هل هذا فكر الله هل هذا تعليم الله هل هذا مقبول حتى في الفكر الانساني الطبيعي هل يقبله اي قاضي عادل بشري ان انت ارتكب جرائم وبعدين تعالى صوم فتغفر ليك هذه الجرائم او روح اقتل واحد واعمل لي مستشفى او مدرسه او اي حاجه وبعدين انا سامحك اما هذا غير مقبول على مستوى القضاء البشري وعلى مستوى الفكر البشري ازاي ناس مسلمين طبعا مليار ونص فيهم ناس علماء وناس مفكرين وناس محترمين وناس على ذكاء وفكر لكن مش عارف ازاي بيقالوا الكلام ده ازاي مقبول هذا الكلام صوما مقبولا وذنبا مغفورا طبعا مش هتكلم النهارده عن الحج الحج ليه موضوع تاني لما تحج يبقى ذنبا مغفورا يا حج ايه ما تاخر وما تقدم وزي ما تكون امك والدتك دلوقتي يا نهار اسود اي عقيده هذه اللي بتعلم ان الحاجات وممارسات الانسان يعملها بتغفر خطايا خطيره وان ربنا العادل يغفر هذه الخطايا. ده موضوع خطير هنناقشه بالتفصيل وخصوصا لما القران يعلم المسلم ان انت لما بتصوم رمضان انت بتصوم زي الناس اللي سبقوك وطبعا بيرموا في التفاسير اليهود كانوا بيصوموا والمسيحيين كانوا بيصوموا مع ان ما فيش اي امر بالصوم هنشوف هنستعرض مع بعض النهارده موضوع الصوم في العهد القديم والعهد الجديد ونسمع كمان عن الصوم في الاسلام ونشوف هذه العبارة إزاي نساعد المسلم يتخلص منها ويفهمها بطريقة صحيحة أنا سعيد يكون معي في هذا اللقاء الفاضل رجل الله الدكتور نبيل عجيب أهلا بيك معانا في هذا اللقاء أهلا بحضرتك شيخ صمويل يسعدني دائما موضوعاتك اللي ربنا بيستخدمك فيها والهدف منها أنك توصل لكل الناس بصراحة مسلمين أو مسيحيين تصحيح لبعض الأفكار عن الامور المهمه الخاصه بحياتهم من جهه علاقتهم بربنا. اشكرك، السؤال الأول عشان عندي حاجات كثيرة هنجري بسرعة. إيه اللي ذكر في العهد القديم وأنت دارس لكلمة الله بعمق عن موضوع الصوم؟ ولو فكرة سريعة عن الصوم في العهد القديم، اتفضل. يعني الصوم زي ما معناه اللغوي بيعني الامتناع أو الإمساك عن تناول الطعام والشراب، نفس الفكرة موجودة في أول إشارة وردت في العهد القديم عن الصوم في سفر الخروج أصحاح 34 عن موسى رجل الله لما صعد على الجبل علشان يأخذ لوحي الشريعة من الله قعد على الجبل دون أن يأكل طعاما أو يشرب شرابا لمدة أربعين يوم والحادثة دية فريدة تكررت في حياة إيليا وفي العهد الجديد في حياة الرب يسوع المسيح برضو الثلاث شخصيات دول صاموا 40 صاموا يوم و40 ليله دون طعام او شراب بس دي كانت حاجه معجزيه وليست شيئا عاديا ايه بعض النصوص اللي في العهد القديم اللي ذكرت ونفرض لو رجعت للاويين 16 تقرا لنا كده من تسعة 29 ونشوف الايات على الشاشه او على الشاشه لو حبيت تقرا من الشاشه انا يمكن هنا الكتاب اريح لي عشان النضاره في بدأ على الشاشه من عدد كام شخص من عدد 29 طيب ويكون لكم فريضه دهريه انكم في الشهر السابع في عاشر الشهر يذللون نفوسهم نفوسكم وكل عمل لا تعملون الوطني والغريب النازل في وسطكم لانه في هذا اليوم يكفر عنكم لتطهيركم نعم. من جميع خطاياكم امام الرب تطهرون. سبت عطله هو لكم وتذللون نفوسكم فريضه دهريه ويكفر الكاهن نعم. لا نعم. هنا كويس انا بس عايز اعرف سؤال هنا في الايه دي. كفر عنكم لتطهيركم من جميع خطاياكم، هل الصوم بيكفر ولا الزوم تحضير للتكفير بطريقه ثانيه؟ اه هو حضرتك لو قرينا الفصل كله الاصح كله هنقدر نوصل للفكره اللي حضرتك بتتكلم عنها هو الصوم المصحوب بالشعور بالمسكنه والشعور بالاتضاع والشعور بالمذله امام الله هو لتهيئه النفس لقبول فكره الكفاره التي تعمل كانت مره واحده في السنه عن طريق دم الذبيحه او دم الذبائح التي كان يدخل بدمها الى داخل القدس للتكفير عن الخطيه. يعني بمعنى اصح هذا النص ما فيهوش اي ارتباط بين الصوم والكفاره او بين الصوم وغفران الذنوب، لكن ده بيهيئ الانسان عشان يستوعب فكره الكفاره الذبيحه اللي هم عملوها، يبقى اليهود ما عندهمش صوم يكفر عن الخطايا. هو يعني زي ما تقول حضرتك فترة خلوة أو امتناع عن المشغولية بالأعمال الزمنية فترة تأمل طول اليوم الشخص اليهودي التقي في ذلك الوقت كان يختلي بنفسه أمام الله يفكر في خطاياه التي ارتكبها يفكر في ذنوبه وأيضا يتأمل في العمل الذي يجريه الكاهن أمام عينيه طيب يعني معنى كده ان العهد القديم في تعليمه الاولاني قبل السبي ان الصوم للتحضير للقبول للذبيحه الكفاريه. طيب بعد ما رجعوا من السبي عزرا قال ايه في اصح 8 وعدد 21 آه ممكن نشوفها على الشاشه اهي آه. عزرا بقى نادى هناك بصوم بس في اختلاف بين الصوم بتاع خلينا آه. نقرا الاول الايات وبعدين اه نشوف. اوكي ناديت هناك بصوم على نهر اهوى لكي نتذلل أمام إلهنا لنطلب منه طريقا مستقيمة لنا ولأطفالنا ولكل ما لنا في عدد 23 فصلنا خلينا نقرا 22 و 23 إني خجلت من ان اطلب من الملك جيشا وفرسانا لينجدونا على العدو في الطريق لاننا كلمنا الملك قائلين ان يد الهنا على كل طالبيه للخير وصولته وغضبه على كل من يطرقه كم بعدد 23 صحيح فصمنا وطلبنا ذلك من إلهنا فاستجاب لنا يبقى إيه دور الصوم هنا بقى؟ آه يعني بس عايز أعلق تعليق بسيط على اللويين 16 اللي احنا تكلمنا عنه في الأول أن الصوم في هذا الفصل وهو يوم واحد في السنة كان فرضا من الله على شعب اسرائيل. هم يصوموا في اليوم ده. بالظبط فريضه دهريه يعني فريضه دائمه. اه. وحضرتك تتذكر ان احنا كان عندنا في التاريخ الحديث المعاصر في حرب 73 قاده الجيش المصري في ذلك الوقت اختاروا يوم الكفاره. عشان يعملوا الحرب. عشان يعملوا الحرب لان في الوقت دوه هم فاهمين بحسب العقيده اليهوديه ان اليهود ما يعملوش اي شغل. في اليوم ده في اليوم ده يبقوا صايمين ويتذللوا امام الله لكن طبعا ما كانش عندهم ذبيحه ولا زال لكن اللي الصوم اللي صاموا عذرة ده صوم بيعطي فكره اخرى كيف يفكر اليهود التقي في ايامه انه لما يكون محتاج حاجه عنده احتياج معين لامور معينه فكان يخجل انه يطلب من ملك وثني يقدم له المساعده فكانوا يصلوا ويصوموا لربنا علشان ربنا يسدد اعوازهم واحتياجاتهم. يعني اقول ان الصوم مرتبط بالصلاه وان دي اذلال للنفس عشان الروح تسمو عن الجسد ودي فرصه ان ربنا يشوف تذللهم ويسمع ليهم لكن ليس لها اي علاقه بغفران الذنوب. لتسديد احتياجات. آه مزمور مثلا 35 برضو بيتكلم عن الصوم لو تقرا من عدد 11 مزمور 35 مزمور 35 شهود زور يقومون وعما لم اعلم يسالونني يجازونني عن الخير شرا صحيح شكلا لنفسي اما انا في في مرضهم هم اللي عيانين يعني دي حاجه غريبه انا حابب اسمع منك أو. اما انا ففي مرضهم كان لباسي مسحا اذللت أزلل. بالصوم نفسي من اجلهم يعني وصلاتي الى حضني ترجع دي برضو يعني هدف رائع كانه قريب كانه اخي. آه. كنت اتمشى كمن ينوح على امه انحنيت حزينا ولكنهم في ظلعي فرحوا واجتمعوا اجتمعوا علي شاتمين ولم اعلم مزقوا ولم يكفوا بين الفجار المجان لاجل كعكه حرقوا علي اسنانهم. يا رب إلى متى تنظر استرد نفسي من تهلكاتهم وحيدتي من الأشبال تفضل احكي لي باختصار يعني مزمور رائع بيتكلم عن واحد قرر ان هو يصوم لما لقى أعداءه او عدوه مريض دي حاجه رائعه جدا يعني احنا تعودنا كلنا ان احنا نصوم لاجل احتياجاتنا الشخصيه او العائليه او الكنسيه لكن هنا في بعد رائع جدا جدا اتمنى لكل اخواتي اللي بيشوفونا دلوقتي ياخدوا بالهم منه حقيقة. لانه للاسف ما حدش واخد باله منه نفسي إن انا نفسي ما كنتش منتبه ليه ابدا مش بصوم لاجل عيلتي ولا أوه. لاجل بني وطني وان كان ده شيء حلو ورائع لكن انا بصوم لاجل الناس اللي بيبغضوني واللي بيظهروا العداوه ليا واللي بيتعاملوا معايا بكل احتقار وتجاهل فده منتهى السمو الروحي يعني اذا هذا الامر برضه من ضمن الاهداف الجميله في كلمه الله لموضوع الصوم. خلينا ناخد مزمور 69 برضه بيتكلم عن الصوم من عدد تسعه واحكي لي اللي يقصد ايه في هذا المزمور. لان غيره بيتك اكلتني وتعيرات معيريك وقعت علي وابكيت بصوم نفسي فصار ذلك عارا علي جعلت لباسي مسحا وصرت لهم مثلا يتكلم في الجالسون في الباب واغاني شرابي المسكر ايه معنى الكلام ده المعنى بعد اخر رائع جميل للصوم هنا واحد تقي يعني قلبه مولع على امور ربنا مه. قلبه مولع على المكان اللي كان الناس بتروح فيه تعبد ربنا مه. لما لما المسيح في حياته على الارض دخل الهيكل ولقى اليهود بيبيعوا ويشتروا وبيعملوا تغيير عمله رب. طبق على نفسه هذه العباره صحيح. لانه مكتوب غيرت, لأن بيت. غيرت بيتك اكلتني لكن مش مجرد غيره اي حماس شديد وغضب داخلي لا صاحبه الغيره بكاء وحزن وتذلل وصوم لاجل الحاله الروحيه المترديه واعتقد ان احنا كلنا محتاجين لعلاج اوضاعنا الروحيه والاجتماعيه والسياسيه والاقتصاديه في هذه الأيام إن إحنا آه إن ناخد الأمر بخطوة عملية روحية إن الواحد فينا يبكي ويصوم علشان ربنا يتدخل ويغير الأوضاع الغلط. رائع. فيه آية تانية في آية ثانية في واحد 14 يقول فيها كده قدسوا صوما نادوا بإعتكاف اجمعوا الشيوخ جميع سكان الأرض إلى بيت الرب إلهكم واصرخوا إلى الرب. هل دي تعتبر فرض بالصوم ولا يعني الجماعة كلها تشترك في اتحاد بالصوم عشان هدف تاني هي لو حضرتك كل النبوة بتاعت يوئيل بتتكلم عن حالة عامة متردية للشعب شعب تعبان روحيا كله يعني. تعبان روحيا روحيا الرؤساء والشيوخ والصغيرين والكهنه وكل الناس تعبانه زي الايام دي كده زي الايام دي. فمش مجال ان احنا ننتقد بعض او ندور على مين نقول عليه هو السبب م. ندور على شماعة صحيح. لا الحل الروحي الصحيح المبني على كلمة الله أن ينادى بصوم عام صوم عام يجمع الكل وفي هذا الصوم يعني يبقى احتفال مهيب يبقى احتفال عام الناس كلها كبار وصغيرين جميع سكان الأرض إلى بيت الرب ويصرخ للرب صوم وصلاة بالصراخ بالضبط يعني سمعت أو قريت تعبير جميل قال أن الصلاة بنعبر بها بكلماتنا بطريقة عادية لكن قال أن الصوم الذي يصاحب الصلاة الصوم يعمل عمل الميكروفون يعني كان بيوصل الصوت عالي الصوت أعلى الصوت بس عالي. في نفس الوقت ما فيش غفران للذنوب لا خلينا نشوف ايه تانية في يوئيل 2 12 و13 بتكمل الفكره بتاعت حضرتك ولكن الآن يقول الرب: إرجعوا إلي بكل قلوبكم، أنت بتكمل بداية الصوم وبالصوم والبكاء والنوح ومزقوا قلوبكم لا ثيابكم، يعني مش مظهر لا دي دا حاجة داخلية. وارجعوا إلى الرب إلهكم لأنه رؤوف رحيم بطيء الغضب وكثير الرأفة ويندم على الشر. اشرح لي الآية دي بتفهمها إزاي؟ أنا أشوفها خطيرة جدا خصوصا عايز اقول لاخواتنا المسلمين مش هتكلم على طريقه صومكم واكلكم بعد الفطار قد ايه واللهو والحاجات دي ماليش دعوه بيها اتكلمنا فيها قبل كده لكن على الاقل الله عايز ناس تصوم وتصلي من قلبها من الداخل ما ينفعش يبقى قلبي مليان بالشر والكراهيه والقتل وبعدين اروح اصوم ايه الكلام ده اقول تعبير يوضح الفكره اللي حضرتك قلتها قال أه ان لا يعني الصوم مجرد معدة خالية من الطعام لكن قلب خالي من الحقد والكراهية والضغينة والرغبة في الإنتقام ولسان يعف عن نبذ الاخرين او تجريح الآخرين وأيدي تمتد إلى فعل الخير المسألة مش مسألة تجويع البطن المسألة مسألة حرمان القلب من مبتغاه من شروره من رغباته من الحاجات دي كلها طب خلينا نشوف ايه تانية في يونان لما يونان داخل بطن الحوت وطلع وبعدين قال الكلام ده لاهل نينوى ان في غضب من ربنا جاي عليهم فاهل نينوى ابتدوا ينادوا بصوم رغم ان هم يمكن ما يعرفوش ربنا او ما يعرفش بايمانهم ايه يعني ما كانوش مؤمنين اه ما كانوش لكن بقوا فامن اهل نينوى بالله اتفضل أه يعني حضرتك ربنا بيحب كل الناس نعم. قصه يونان ربنا عجل. بيحب مش أمم. بس زي ما هما كانوا فاكرين ان هما بس شعب الله المختار وبقيت ان أمم ما يستاهلوش لا ربنا بيحب كل الناس بدليل احد الادله هذا الكلام ان ربنا كلف يونان وهو نبي يهودي ان يروح لنينوى وهي مدينه امميه وثنيه لكن مليانه بالناس وربنا بيحب هؤلاء الناس فكلف يونان انه يذهب لكي يكرز لهم لكي ينادي لهم ويناد بسبب تعصبه الديني رفض ومشي في الاتجاه المعاكس، المهم اخيرا خضع بعد ما حصلت معجزه دخوله البطن الحوت وخروجه مم. فوصل الى اهل نينوى ونادى بصوم فتجاوب الناس مع مناداته حكي لنا نص من عدد خمسه لعدد ثمانيه ممكن رأه. فامن اهل نينوى بالله ونادوا بصوم ولبسوا مسوحا من كبيرهم الى صغيرهم وبلغ الامر ملك نينوى فقام عن كرسيه وخلع رداءه عنه وتغطى بمسح وجلس على الرماد ونودي وقيل في نينوى عن امر الملك وعظمائه قائلا لا تزق الناس ولا البهائم ولا البقر ولا الغنم شيئا لا ترعى ولا تشرب ماء وليتغطى بمسوح الناس والبهائم ويصرخوا إلى الله بشدة ويرجعوا كل واحد عن طريقه الرديئة وعن الظلم الذي في أيديهم لعل الله يعود ويندم ويرجع عن حمو غضبه فلا نهلك إيه تعليق التعليق بتاعي أني ما تقالش عن يونان النصام دي نمرة واحد نمرة اثنين اتقال عن أهل نينوى أنهم صاموا لم يذقوا طعاما ولا شرابا الحاجه الثالثه اني نادوا بالصوم بعد ان قيل عنهم انهم امنوا بالله. يعني فهموا يعني. ان في غضب اتي بالظبط في عقاب وصدقوا في الله الموجود. صدقوا لا صدقوا في الله وان وف... هو هيعاقبهم على ذنوبهم وشرورهم بالظبط فقال لك نلحق نفسينا. بالضبط يبقى اذا ده احتياج انساني مم. هم آه، نادوا بصوم علشان يعلنوا عن توبتهم ورجوعهم الى الله يعني حتى كده مفيش اي كلام عن الصوم والغفران الذنوب دي ابدا يعني لا في امر بالصوم غير واحد اللي هو يوم الكفاره ولا في اي كلام عن ان الصوم يغفر الذنوب اللي هو الاختراع اللي عملوه اخواتنا عشان يضحكوا عن نفسهم او يمشوا الامور بتاعتهم زي ما هم عايزين، حاجه الانسان لا عقل انساني يقبلها ان انت تعمل خطايا وبعدين تصوم فتغفر ليك، اي اله هذا؟ اي اله؟ جابوه منين الاله ده؟ انا نفسي معلش هتعبك ونقرا ايات بسرعه عشان الوقت بيجري في استير اربعه وعدد 15 و16 و17 آه القصة بتاعت استير مقالة استير ان يجاوب مردخاي اذهب اجمع جميع اليهود الموجودين في شوشان المكان الاصلي يعني وصوموا من جهتي ولا تاكلوا ولا تشربوا ثلاثة ايام ليلا ونهارا وانا ايضا وجواريا اصوم كذلك وكذا ادخل الى الملك خلاف السنة فاذا هلكت هلكت فانصرف مردخاي وعمل حسب كل ما اوصته به استير تفضل يعني كان في كارثه عامه على كل الشعب اليهودي في كل الدول اللي منتشره في المملكه في ذلك الوقت فلان فيه واحد اسمه هامان كان دبر مكيده الهدف منها القضاء على كل نسل الشعب اليهودي لا الهدف منها ان من المسيح ما يجيش يعني عشان آه. الشيطان يستخدمه صحيح. في حاجه زي كده رجل تقي ودي تعتبر بنت اخته استير اللي هي صارت ملكه مش عايزين ندخل في القصه فلما عرفوا انه في كارثه عامه محدقه بهم الطريقه الوحيده اللي فيها يلجاوا لربنا انهم يصاحبوا صلواتهم باصوامهم برضو كصراخ لربنا الصوم بيدعم الصلاه نعم يدعم الصلاه علشان ربنا ينجيهم من المؤامره اللي كانت بتروح ده أنا مبسوط أن حاجة بتستعرض معنا كل ما جاء في العهد القديم عن الصوم عشان الناس تفهم إذا عايزين يفهموا يعني أن الصوم ليس له أي علاقة بغفران الذنوب وأن كل التاريخ اللي إن الأنبياء كلهم في كتير منهم صاموا لكن ولا واحد ذكر أن الصوم بتاعه ده بيغفر الذنوب عشان بس أوري العقيدة جت منين أوريهم مين اللي عنده عقيدة فاسدة فيفهم نفسه في دانيال تسعة عدد ثلاثة واربعة دانيال صام تفضل فوجهت وجهي إلى الله السيد طالبا بالصلاة والتضرعات بالصوم والمسح والرماد وصليت إلى الرب إلهي واعترفت وقلت أيها الرب الإله العظيم المهوب حافظ العهد والرحمة لمحبيه وحافظي وصاياه يعني راجل بيصوم هو واحد من أروع الشخصيات في العهد القديم عند اليهود احنا ابتدينا من اول العهد القديم دلوقتي قربنا نوصل لاخر العهد القديم الراجل ده صام ليه عشان ذنوبه تغفر لا ده عشان ربنا يتمم المواعيد اللي وعد بيها قبل كده بانقاذ الشعب او ارجاع الشعب من السبي بعد ما قضوا فتره العقوبه التي قررت عليهم من الله انهم يقعدوا في ارض السبي فتره 70 اسبوع اللي هي 70 490 سنه, سنة. اه فهو الراجل بيصلي لتحقيق المواعيد كلها اللي هو فاهمها آه. يعني لكن ما بيصليش عشان تغفر ذنوبه يعني ده كانه بيقول لربنا انا بقى معدق. عندي مقطع رائع بحبه جدا وعايز حضرتك يشرحه لي بالتفصيل في اشعياء 58 من عدد 6 ده من اروع ما قيل عن الصوم وأنا نفسي اللي عنده اذان ليسمع فليسمع الله بيقول كده أليس هذا صوما أختار حل قيود الشر فك عقد النير وإطلاق المسحوقين أحرارا وقطع كل نير أليس أن تكسر للجائع خبزك وأن تدخل المساكين التائهين إلى بيتك إذ رأيت عريانا أن تكسوه وأن لا تتغاضى عن لحمك حينئذ ينفجر مثل الصبح نورك وتنبت صحتك سريعا ويسير برك امامك ومجد الرب يجمع ساقتك حينئذ تدعو فيجيب الرب تستغيث فيقول هانذا ان نزعت من وسطك النير والايماء بالاصبع وكلام الاسم وانفقت نفسك للجائع واشبعت النفس الذليله يشرق في الظلمه نورك ويكون ظلامك الدامس مثل الظهر ويقودك الرب على الدوام ويشبع في الجدوب نفسك وينشط عظامك فتصير كجنه ريه وكنبع مياه لا تنقطع مياه ومنك تبنى الخرب القديمه تقيم اساسات دور فدور فيسمونك مرمم الثغره مرجع المسالك للسكنه ده من اروع ما قرات عن الصوم في العهد القديم، هل ممكن تشرح لي موجز لاهم الحاجات اللي المفروض الصائم يعملها؟ يعني حضرتك الكلمات كلها واضحه جدا لا تحتاج الى كثير من التعليق بل بل تحتاج الى كل واحد من المشاهدين انه يراجع الكلام اللي حضرتك قلته والكلام اللي جاي على الشاشه عايز يكلمنا عن الصفات الروحيه او السلوك الروحي اللي يرضي ربنا واللي يخلي صوم الشخص اللي بيصوم مقبول من الله طيب يعني الناس دلوقتي اللي عماله تقول لي صومنا رمضان صمنا رمضان وهم كانوا في بعد الفطار في امور لا تليق مش هنكلم ذكرها قبيح لكن الاهم أن هو بيهتم أن في وقت الصوم آه يعني يبقى عصبي ومش قادر يستحمل حاجة وممكن يقول ألفاظ وممكن يرتكب آه يعني جرائم آه سرقة ورشوة وحاجات زي كده ويقول لك إحنا اللهم أنا صائم. يعني الصيام مرتبط بكل هذه الشرور هو بس مجرد امتناع عن الطعام يبقى صائم ولا امتناع عن الذنب والشر والفساد والخطية. حضرتك يعني اعتقد المبادئ اللي انت بتقولها مبادئ يقبلها كل انسان عاقل ومخلص في رغبته في ارضاء الله في ان تكون علاقته مع الله علاقه مبنيه على معرفه بطبيعه الله بقداسته ببره بعدله بامانته بمحبته يعني الصوره الذهنيه اللي بيكونها اي انسان او العقيده اللي بيكونها اي انسان عن الله هي اللي بتحدد السلوك الروحي اللي هيسلكه الإنسان للأسف اليهود في ذلك الوقت كانت عقيدتهم أيضا فاسدة بالرغم إن كان عندهم الشريعة فأنا يعني عايز أرجع مع حضرتك اعتراف صريح آه طبعا أنا مش مني أنا لا أتكلم عن رأي الشخصي لكن أنا عايز أشارك مع حضرتك برأي الكتاب دي صفات الصوم المقبول اللي أنت حضرتك ذكرته من إشاعية لكن لو رجعنا قبليها قبليها و... ربنا بيعاتبهم بيعاتبهم بيقول لهم ايه؟ هم بيسالوا بيسالوا بيقولوا ايه؟ يقولون لماذا صمنا ولم تنظر؟ ذللنا انفسنا ولم تلاحظ يعني يعني بيتكلموا عن المظاهر وبيعاتبوا ربنا كمان اه ما بيعاتبوه يعني هم بيقولوا احنا من جهه الاكل امتنعنا عن الاكل م. ومن جهه لبس المسوح اللي هو تعبير عن الحزن المفرط ذللنا انفسنا لكن ليه انت يا رب ما قبلت ولم تنظر الينا ولم تلاحظنا يعني خلي بال حضرتك من طريقه التفكير نعم يعني انت ازاي مش واخد بالك مني نعم بالظبط نفس لغه الفريسي في لوقا 18 <applause> لما دخل قدام ربنا يقول له انا انت حضرتك مش واخد بالك اللهم اني صايم هو انا بصوم مرتين في الاسبوع فنفس الفكره فده صوم غير مقبول ده يدل على عقيده فاسده طيب ها انكم في يوم في يوم صومكم توجدون مسرة وبكل اشغالكم تسخرون هقول لحضرتك الايه دي لنا يعني معنى. عايزه بعض التوضيح يعني هو مفروض ربنا لما كلمهم عن اليوم اللي مفروض انهم يصوموه كفريضه في لوين 16 قال لهم عمل ما من العمل لا تعمل <applause> لكن هم في اليوم ده بالذات بيدوروا على الحاجات اللي تبسطهم زي ما بعض الناس كتيره يعني مشغول طول اليوم على انه لما يفطر هيفطر ايه أنا بتكلم وبعد الفطار بصفة يعمل عم. عم. وبعد الفطار سامحني إيه؟ أنت حضرتك ليك توجهك وأنا ليا توجهي أنا بخاطب إخواتي كلهم كل اللي بيسمعونا كل اللي بيعرفوا عربي كل اللي بيفهموا كلماتنا النهارده أنا بقول أنا صايم لكن طول النهار عمالين نفكر ونتفنن في اختراع أنواع معينة من الطعام فده مظهر دون جوهر لأ انا مفروض بفرغ نفسي تفريغا كاملا من كل حاجه تشغلني حتى لو تجهيز الاكل اشكرك الوقت بيجري مننا وانا نفسي اخش باختصار تقول العهد الجديد اتكلم عن ايه في الصوم عشان نقدر نخش في موضوعنا عن الصوم في الاسلام صوما مقبولا وذنبا مغفورا قول لي باختصار ماذا جاء العهد الجديد بالصوم عن الصوم هل اولا في فرض بان الناس تصوم في العهد الجديد او المسيح فرض علينا ان احنا نصوم نهائي نهائي يعني ال 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 لان الصوم موجود اصلا وبيمارس احنا عشرنا الى بعض الايات في العهد القديم اه فالمسيح صادق على فكره الصوم أيوة. بالعكس ده ايها قال كده في متى 6 آه. 16 لو نقدر نقرا الايات في متى 6 من عدد 16 المسيح قال ومتى صمتم فلا تكونوا عابسين كالمرائين فإنهم يغيرون وجوههم لكي يظهروا للناس صائمين الحق أقول لكم إنهم قد استوفوا أجرهم وأما أنت فمتى صمت فادهن رأسك واغسل وجهك ولا كي لكي لا تظهر للناس صائما بل لأبيك الذي في الخفاء فأبوك الذي يرى في الخفاء يجازيك علانية إيه الكلام الحلو ده الرب يسوع المسيح كعاهد انا عجبني او انت عارف اكتر كلمه عجباني ايه متى متى آه. يعني ايه في وقت يعجبك اه بس يعني يعني ل... متى ل... دي مهمه جدا متى صمتم يعني الوقت اللي انت هتصوموا فيه فلا تكونوا عابسين كالمرائين يعني بقى ما تعش بقى تغمض لي في عينيك و... وتقول انا صايم اللهم اني صايم بيقول لا ما تخليش حد يعرف ان انت صايم انت صايم صايم لنفسك ما تعملش يعني بروباجندا عشان انت صايم ما صمت فلا تكونوا عابسين كالمرائين يعني بيكلم كلام في منتهى الخطوره وما بيقولكش انت تصوم ولا يقولكش قد ايه تصوم ولا يقولكش قد ايه ازاي تصوم هو اعطاك الفرصه كانسان حر ان انت تيجي لربنا صائما بالطريقه اللي انت بترتاح لها والبطيئه اللي تناسب صحتك والطريقه اللي هي تقربك لربنا وما قالش برضو ان الصوم ليه اي علاقه بغفران الذنوب في ايات تانيه تحب تتكلم عنها او تعلق على الجزء ده حضرتك يعني لما الرب جه يتكلم عن الصلاه اكتر من مره قال ينبغي ان يصلى في كل حين نعم. لكن في الصيام ما قالش في كل حين نعم. لان منطقيا وانسانيا وعمليا لا يستطيع الانسان ان يصوم في كل حين طبعًا. لكنه يستطيع ان يصلي في كل حين طبعًا. فمتى لا تعني ان الموضوع يعني براحتك لا هناك احتياجات يوميه كثيره على مستوى الفرد ومستوى العائله ومستوى البلد ومستوى الكنيسه تستوجب من المؤمنين الحقيقيين اللي لهم علاقه بربنا انهم يصوموا بس بين عليهم مش موجودين الايام دي ربنا يكتر منهم يعني وربنا بصراحة يعني انا حزين جدا على حالتنا في موضوع الصوم خصوصا الانجليين يعني انت عارف يعني بيبذلوا مجهود بيصوموا تلتين السنه لكن على الاقل الانجليين متهونين في موضوع الصوم صحيح طيب في ايه تانية في متى 17 المسيح قالها وربط ما بين الصوم والصلاه يقول كده واما هذا الجنس فلا يخرج الا بالصوم والصلاه ايه هو الجنس وليه ربط الصوم والصلاه هي دائما وابدا في كل الكتاب سواء في العهد القديم او العهد الجديد حتى الايات اللي احنا اشرنا ليها دائما الصوم يقترن بالصلاه وبين وبين حضرتك صوم من غير صلاه كان يعني طائر بجناح واحد مش 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 هينفع يطير دائما هو اصلا التفرغ من الاهتمام بالاكل او الاكل نفسه لكي تتاح للشخص الصائم فرصه اطول وفرصه اكبر للتامل والصلاه وتقديم الطلبات الى الرب بنواجه مشاكل بالصلاه وحدها مش بنقدر نحلها فالصوم مع الصلاه بيدعم الحصول على القوه من الله للغلبه وللنصره وده المعنى بتاع متى 17 طيب في واحد قال انا بصوم مرتين في الاسبوع في لوقا 18 وعدد 12 يقول لك اصوم مرتين في الاسبوع وعشي كل ما اقتنيه لما درست الموضوع طلع ان هو بيصوم الخميس والاثنين اه ليه؟ قعدت ابحث ليه اليهودي بيصوم الخميس والاثنين؟ قال ان موسى طلع يوم الخميس الجبل عشان ياخد الوصايا ونزل بعد 40 يوم يوم الاثنين فصاموا الخميس والاثنين بمزاجهم يعني من عندهم أه. الاسوء بقى ان اليهود اخذوا الاثنين والخميس يصوموهم برضو سالهم ليه ما يعرفش هو خلاص كل اسبوع يصوم الاثنين والخميس وخلاص اه واخد بالك طيب انا عندي اي اهم في اعمال 13 وعدد 2 نفس حضرتك دي وبينما هم يخدمون الرب ويصومون قال الروح القدس افرزوا لي برنابه وشاول للعمل الذي دعوتهما اليه ايه علاقه الصوم بالاستماع لروح الله ولقرارات جريئه في الخدمه فضل. هو الصوم بالارتباط بالخادم والخدمه تكرر مرات عديده في الكتاب بعهديه يعني يعني حضرتك دانيال كان راجل انيه من أوان الوحي لكن كان دارس لكلمه الله وكان راجل مصلي وكان دايما في حياته الصوم واضح الرسول بولس ذكر عن نفسه وعن خدمته انه كان بيخدم ربنا باصوام سواء في قرنص الثانيه ستة او في قرنص الثانيه 12 م. لما بيتكلم عن دايما الخادم يحتاج الى فترات من الصوم علشان يعني, يعني ملخصه ان احنا عايزين ناخد قرارات خطيره ومش عايزين نغلط في القرار نعمل ايه نروح لربنا بس نروح بقلب تائب ونصوم عشان الجسد ما ياخدش قوته ويبقى الروح اهم في نفس الوقت نستمع الى ما يقوله الروح لنا في حاله واحنا صوم وصلاه بس عايز اوضح حضرتك ان الجسد لا يعنى به اللحم والدم اه لكن يعنى به القرارات الطبيعه القديمه الطبيعه القديمه يعني يعني عايز اعمل افكار الشخصيه أيوة. انا مش بتكلم عن انسان بعيد عن ربنا انا بستحسن حاجات معينه ما دي دي الجسد ده طيب لكن انا اقدم طيب جيب سته الجسد نتكلم بقى حتى عن موضوع الزوجين الزوج والزوجه من حقهم يصوموا لكن بطريقه حلوه اوي قالها الرسول بولس في كرونس اولى سبعه وعدد خمسه لا يسلب احدكم الاخر الا ان يكون على موافقه الى حين لكي تتفرغوا للصوم والصلاه ثم تجتمعوا ايضا معا لكي لا يجربكم الشيطان لسبب عدم نزاهتكم رسول بولس بيعلم الاسره ايه النهارده الزوج والزوجه بيقول لهم ايه في الموضوع ده انت آه يصوم شوف حضرتك العلاقه الزوجيه علاقه مكرمه وعلاقه طاهره دي اول حاجه العلاقه الزوجيه بين الزوجين داخل دائره اطار الزواج الشرعي المقرر من الله والمقدس من الله والمبارك من الله تمارس بطريقه عاديه طبيعيه متكرره لكن لا يسيطر أحد الشريكين على, الأخر. على جسده في هذا الأمر آآ آآ المرأة لا تتسلط على الرجل في أي قراراته في إدارته للبيت لكن إلا في هذه العلاقة آآ للحق آآ الحق للرجل أن آآ يكون آآ له آآ سلطة على جسد امرأته ولزوجته لها نفس الحق في سلطة في السلطة على جسده يعني مفيش حد يستغل الآخر لكن احنا مش هنعيش طول عمرنا بنفكر في العلاقة الزوجية احنا قدامنا مهام روحية مهمة جدا اهم اهم فاحنا بنحتاج الى وقت بالموافقة ان احنا نمتنع عن هذه العلاقة المقدسة والطاهرة لكي نتفرغ للصوم و... 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 والصلاة رائع جدا بس عندي اخر اية في اعمال 10 30 وبعدين اشوف فيديو لابونا مكاري بيتكلم برضه عن الصوم مو كده في اعمال 10 فقال كرنيليوس منذ اربعه ايام الى هذه الساعه كنت صائما وفي الساعه التاسعه كنت اصلي في بيتي واذ رجل قد وقف امامي بلباس لامع معناها حتى في الاول الكتاب بيذكر في الحادثه دي ان هو ايه صلواتك واصوامك وكنت صايم بالك اربعه ايام يعني حاجه حلوه قوي الراجل ده كان بيصوم ليه؟ كان بيصوم بحسب معرفته في ذلك الوقت اللي, عايز يعرف ربنا. اللي مصدرها من الشريعة اليهودية وهو كان آمن بالله المعلن في التوراة احتمال لا يعني ما هو يعني عشان يختلف دلوقتي في الموضوع مش مهم أوكي، يعني أوكي. لكن على عشان،, عشان الكتاب بيقول وهو تقي خائف الله أو لو ما في اتقياء كتير وخايفين الله غير مؤمنين أه ما اعتقدش ان في واحد يخاف الله بالمعنى الحقيقي مم. مش يخاف منه مم. يعني يهابه ويحترمه احنا خلينا نركز في الصوم صام طيب. صام اربع ايام حلو لكن هل هل كان فيها غفران للذنوب؟ عمل ثلاث حاجات مم. الناس كلها بتفكر فيها أصوام وصلوات وصدقات الثلاثه مش بيعملهم ل الخليه الرابعه من اللي انت قلتها آه بيخاف الله وبيطاقي اه اه يعني يعني بالظبط بس انا بتكلم على الافعال نعم الافعال ثلاثه نعم يعني هما شخص خائف الله حاجه رائعه جدا نادره لكنه يصوم ويصلي ويصنع صدقات لكن الحاجات دي كلها ما كانتش كافيه علشان يتمتع بالغفران ولا يتمتع بالخلاص يعني ملخص اللي احنا قلناه لحد دلوقتي حاجتين العهد القديم مفيش امر بالصوم غير يوم واحد وان كل الاصوات ما اي اشاره لغفران الذنوب وان جه المسيح اللي هو عنده كل المعرفه وكل الاعلان واعلن لنا انت ممكن تصوم لكن الصوم مش هيغفر ذنوبك ده اللي انا وصلت ليه صحيح نفسي اسمع ابونا مكاري اتفضل استاذنك حاجة. بس أوكي. اقول ايه اه اتفضل لما جه بطرس بعد ان استدعي من كرنيليوس أوه. قال, قال له حاجه اساسيه نعم قال له عن المسيح م. ايه له يشهد جميع الأنبياء, الانبياء ان كل من يؤمن به ينال, ينال باسمه وفران الخطايا الخطأ. عظيم يبقى اذا قدم له حاجه قال له الصلا... يعني صومك وصلاتك وصدقاتك مش هيغفروا خطاياك لكن لو انت عايز تغفر ليك خطاياك المسيح هيغفر ليك كل خطاياك وانا هسالك في السؤال ده مش هعديه طيب. بس نفسي اسمع الاول ابونا مكاري بيتكلم عن الصوم والراجل بيقدم تعليم رائع للكنيسه كلها وده ثروه لمصر وللكنيسه ربنا يحفظه في كل حاجة بيعملها تفضل ايه معنى الصوم انا بعتب على كثيرين بيبتدوا الصوم وهم على حالهم بعبلهم يعني بعبلهم وللأسف اني ممكن يصوموا انقطاعي الصوم من اوله لكن تلاقي لسانه زي الفرجلة وكذاب وبيكره ومخاصم ويجي واحد يتناول من هنا وواحدة تتناول من هنا ومخاصمين بعض هو ده الصوم بنرنم في الكنيسة ونقول له الصوم الصوم عن الزلات يعني ايه قبل ما اصوم عن الاكل اصوم عن الخطيه. واللي يصوم يكون تايب توبه حقيقيه. يعني ايه تايب؟ يعني انسان اختبر ربنا، تقابل مع ربنا، عرف ربنا، رمى الخطيه من ورا ظهره، اتغير، اتجدد. وعلى فكره اللي ما اختبرش ربنا واللي ما تابش بيبان عليه. بيبان عليه بسهوله جدا تقدر تعرف ده بيعرف ربنا او ده ما بيعرفش ربنا، بسهوله جدا. هتلاقي اللي بيعرف ربنا بيحب يحب كل انسان. اللي بيعرف ربنا ما يفرقش بين اثنين. اللي بيعرف ربنا تلاقيه انسان ضحوك ومهلل وفرحان، حب كلمه ربنا. اللي بيعرف ربنا تلاقيه اسم الرب على لسانه تملي. اللي بيعرف ربنا ممكن يغني ويقول على السماء رايح اللي بيعرف ربنا ما يكرهش انسان. ما يكرهش انسان. فقبل ما اصوم عن الاكل اصوم عن الخطيه. يعني كلام رائع لمن يريد ان يفهم وان يتعلم الصوم والصوم عن الزلات والخطايا. دكتور نبيل عندي مشكلة في الوقت. نفسي اتكلم عن الصوم في الاسلام وافهم الايه دي وعندي عدد كبير من المشاهدين نفسي اخدهم ورا بعضيهم بس ليه يا رجاء هل ممكن معلش تستحملوني النهارده كل واحد ياخد نص دقيقه أتوسل اليكم عشان نكمل الموضوع ونوصل حاجه صح الاخت فريال ممكن تتفضلي اخت فريال معايا على الخط هذا لما الانسان يكون قلبه نجس وملوث بالخطيئه وبالاخير يجي يرشي الله بشوية صوم وصلاة وأعمال صالحة الصوم عند الإله القدوس الحقيقي مع الاسم مكرها لا يطيقها ولا يريدها ولا, ولا يقبلها والصوم لن يكفر عن الخطيئة ولا يبرر ولا يخلص ولا يعطي الحياة الأبدية فقط دم رب يسوع المسيح هو اللي يبرر واللي يغفر الخطايا الاخ المسلم الصوم عليه مفروض ليس فقط عليه وايضا يفرضونه على غير المسلمين يجب علينا ان لا ناكل في الشارع او في المدرسه او امام لانهم صائمين اي صوم هذا فانا اصلي من انه يعرفون الصوم الحقيقي يعرفون الاله القدوس اللي يكفر عن الذنوب اللي شكرا. هو رب يسوع المسيح له كل شكراً الناس شكرا 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 شيخ صامويل والرب يباركك شكرا جزيلا ناخذ اخونا جورج من كندا تفضل جورج من كندا تفضل اخي جورج سلام الرب يسوع اخي الشيخ صامويل معلد. انا راح اكون سريع في كلامي اولا بدي اقول عن الصوم والصلاه مش بعيد ابدا عن اللي قالوا ابونا مكاري الصوم قال متى صمتم ومتى صليتم لانه الصوم والصلاه لم تفرض علينا كما لم يفرض علينا الايمان الرب خلقنا احرار ولكن الصوم والصلاه قال في بعض الاوقات وبعض المعجزات كامراض ومعجزات وشا... تحصل لا تحصل الا بالرب يسوع قال الا بالصوم والصلاه، هاي اول مره لاول مره يذكرها في في الجيل متى اي الشيء الثاني اللي بدي اقوله نحن قال صلوا كل حين، طبعا صلاتنا نحن ما لها فرضيات ولا الصوم له فرضيات، لانه الصوم والصلاه عندنا نحن فينا نصوم بدون ما احد يحس او يشعر والصلاة في نفس الوقت أنا فيني أتكلم معك الأخ سموئيل و... 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 وفي في داخلي صلاة أنا عايز أسألك, صاري أسألك صاري. عايز أسألك سؤال هل من المعقول أن الله القدوس العادل يغفر ذنوب البشر عشان هم صاموا شهر أو حتى شهرين أو حتى ثلاث شهور يغفر الذنوب ربنا سبحانه العظيم القدوس العادل يغفر الذنوب عشان الصوم طبعا طبعا لا والف لا يا اخي صاموئل لأن الصوم والصلاه ليس بمقياس وميزان ان نزنها بما نخطأ لأن الايمان هو الوحيد بالرب يسوع لانه مات من اجلنا ودمه آه دمه هدر من اجلنا حتى نحن نحن نكون آه حتى ايماننا هنيجي يعني يعني هنيجي للموضوع ده بالتفصيل وخليك معايا اخي صاموئل آه اخي صاموئل رفيقي كان في 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 اسطنبول السنه الماضيه في في شهر رمضان، فتعرف ماذا حدث؟ هو عم بياكل صلبيشة مسكين ناسي حاله ملوش خبر، طلع واحد من من احد الدكاكين اخذ الصندويشة منه وفعسها وضربها على الارض وفعسها قدام عينه. تصور يا اخي من بكل, وما يعني بكل يعني اسف يعني بكل اسف يعني انا بيح... بشكرك وهو يعني بشكرك شكرا ليك شكرا ليك واللي بيحصل على مستوى العالم اثناء شهر رمضان قبل رمضان بيوم هنتكلم دلوقتي عنه وطول رمضان احداث ارهابيه وقتل وسفك دماء في اماكن مختلفه حول العالم كلهم مسلمين ارهابيين بيقول لك احنا صايمين وهنتكلم في الموضوع ده واحده من الحاجات ان هو بيرتكب جرائم قتل ويقول لك احنا هنصوم وربنا هيغفر يا اخي او روح نحج وربنا يغفر كارثه كارثه على الانسانيه خلينا إيه ناخد اخونا يوسف من الينوي اتفضل اخي يوسف اتفضل مرحبا بك الحمد لله على السلامة مشتاق لك هوايا. شكرا كثر خيرك شكرا لسؤالك الشيخ صمويل رحب ضيفك الكريم ايضا اشدتم في حديثكم الشيق انه في متى 17 21 اما هذا النوع من الشياطين فلا يطرد الا بالصلاة والصوم صحيح. المسيح كان يصوم والمسيح كان يصلي فلا فيجب ان التلاميذ مالته ايضا ان يسمون بس الصور هنا يقصد مو بس صلاه او الصوم من غير اكل اكو صلاه الصوم ايضا روحي هذا اللي يقصد بها هنا السيد المسيح اما بالنسبه الى المسلمين اللي يقول كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم يكذب محمد ما كتب علينا الصيام الصيام احنا بكيفنا ما قعدنا شهر صيام وأكون شاكر جدا لا شكرا جزيلا ناخد اختنا لونا وعندي سؤال الحلقه ده اهم حاجه في الموضوع احنا لكي مقدمه عن الصوم في اليهوديه وفي المسيحيه مفيش فرض ومفيش اي حاجه تغفر الذنوب كل الانبياء كل الانبياء قالوا مفيش غفران للذنوب طول اي وقت احنا صايمين فيه ليه المسلمين بيقولوا صوما مقبولا وذنبا مغفورا فضلي يقتلونا سلام المسيح لحضرتك جنب شيخ صموني الحمد هيك. لله على السلامة هيسلمك. وسلام المسيح لجنب الدكتور نبيل الرب يبارك خدمتكم يبارك أه حضرتك أولا لي تعليق بسيط يعني لماذا كان يصوم اليهودي يومي الاثنين والخميس بالإضافة إلى طلوع موسى للجبل أه قرأت أن يومي الاثنين والخميس كان يومي السوق في أورشليم فكانوا بيحبوا يظهروا للناس صائمين في الأسواق فيروحوا هم شكلهم منكوش عشان يظهروا للناس صايمين يومي الاثنين والخميس okay. أما بالنسبة للصيام في التعليم الإسلامي جناب الشيخ صمويل ده بيختلف في مفهومه وغاياته عما أوردتموه حضراتكم من الكتاب المقدس فبحسب حديث رسول الإسلام الوارد في الصحيحين من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه يعني كل خطاياه السالفة غفرت له وإن رمضان أوله مغفرة لا ما تقدم رحمة. ما فهمتش يعني إيه ما تقدم من ذنبه يعني. ما تقدم يعني ما سلف ما سبق مش يعني اللي جاي لا اللي ما تقدم يعني ما سلف من الذنوب وإن رمضان أوله مغفرة وأوسطه رحمة وآخره تكون من النار وهنا جناب شيخ صموئيل انا بتذكر الموقف العجيب العباره اللي تركها مهاجمو اتوبيس المنيا وراءهم على قصاصات من الورق صوم مقبول وذنب مغفور. انت جيتي بس... على الوجع دلوقتي، دلوقتي انت جيتي وتحمل النتيجه، انت دلوقتي لمست الحاجه اللي جوايا بقى شهر الماني جدا وعايز كل مسلم بيشاهد البرنامج يفكر فيها. مجموعه من المسلمين القتله الارهابيين يهاجموا مجموعه من الناس البشر العاديين الطيبين الغلابه اللي رايحين الدير ويعملوا فيهم ايه ينزلوهم بالرشاشات وبعدين يسرقوا الموبايلات والذهب وبعدين يضربوا الرجاله كلهم يموتوهم وبعدين يسيبوا ورقه صوما مقبولا وذنبا مغفورا هذا هو الاسلام يا جماعه هذا هو تعليم الاسلام وتعليم القران صوما مقبولا وذنبا مغفورا ويقتلوا ابرياء واطفال ويسرقوهم ويمشوا ويسيبوا لهم ورقه مكتوبه صوما مقبولا وذنبا مغفورا ادي اللي احنا بنتكلم فيه وبنقول الاسلام عقيده فاسده، الاسلام تعاليم فاسده، القران تعاليم فاسده، اللي بيحصل عند المسلمين ده كلام فاسد، ملوش علاقه بربنا خالص، خلاص احنا طلعنا من الموضوع اللي احنا كنا بنتكلم فيه قبل كده نتحاور ونتجامل ونتكلم لا الموضوع خلاص وصل لمرحله لا عوده فيها ايه راي حضرتك ازاي يتكلم الكلام يقتل ويقتلوا الناس وبعدين يروحوا يقول احنا نبتدي الصوم وده كان قبل رمضان ما يبتدي على طول اتفضلي وهو ده فعلا انا احب يعني اشرحه للمشاهدين جناب شيخ صموئيل يعني ان هم يعني لما تركوا وراءهم هذه العباره صوم مقبول وذنب مغفور يعني بعد ان قدموا هؤلاء المسيحيين الابرياء المتوجهين الى الدير لقضاء يوم روحي ذبائح بشريه قربانا لالههم قبل بدايه صيام رمضان. قد يبدو الامر زي ما حضرتك بتقول دلوقتي جناب الشيخ صموئيل قد يبدو امر هؤلاء متناقضا في راي غير المسلمين وايضا المسلمين الطيبين اللي بتطلق عليهم عبارة مسلمين معتدلين أنا عايز مسلم واحد بس يقول لي ويفهمني مسلم واحد من مليار ونص يفهمني إزاي ناس تقتل أبرياء ودوح تاني يوم عشان يصوم رمضان وهو مقتنع بهذه العبارة الشهيرة صوما مقبولا وزنبا مغفورا تفضلي فعلا يعني كيف يقوم هؤلاء بكل ما فعلوه ثم يتوقعون لانفسهم يعني صياما مقبولا امام الههم وغفرانا لكل ما تقدم من ذنوبهم. يعني كيف تم الجمع بين هذين المتناقضين شيخ صموئيل؟ الحقيقه ان ما فعلوه قد سبقهم اليه رسول الاسلام في رمضان. رغم انه كان بيصوم رمضان في مكه بالاعتكاف والتحنث والزهد والنسك والاختلاء لليالي طويله في غار حراء ولم يكن يعد الى منزله الا ليتزود يعني كما تعلم ذلك من من جده عبد المطلب الذي تحنف في طفوله محمد وبعدين ابو طالب وبعدين معلمه ورقه بن نوفل قبل وفاتهم وهجرته للمدينه بعد يعني رفض قريش لامر نبوته ورحيله من مكه مصطحبا معه جماعة الصعاليق التي آواها تحت لوائه والتي استقوى بها وصنع منها جيشا له وصار بهم منتصرا بالرعب مسيرة شهر وقال في المدينة إن جاءه الأمر الإلهي فقال أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله واني انا رسول الله ولم يتخلى عن رغبته في اخضاع قومه القريشيين للاسلام بالقوه فقام باول غزوه في الاسلام بمعونه الصعاليق والانصار وهي غزوه بدر الكبرى كانت امتى شيخ صموئيل كانت في يوم 17 رمضان 2 هجرية حيث اعترض قوافل قومه وهم عائدون من رحلتهم التجارية الى الشام وسلب كل ما اتوا به من اموال وذهب وحرير وقتلوا من قتلوا واثروا من اثروا لانهم رفضوا الاسلام ورفضوا النطق بالشهادتين. وهنا شيخ صموئيل هو ده بالضبط اللي فعله مهاجموا اتوبيس ألمانيا حيث رفض المسيحيون النطق بالشهادتين فسلبوا منهم اموالهم وذهبهم وموبايلاتهم وقتلوا الابرياء. في غزوه بدر كمان شيخ صموئيل اللي قام بها النبي وهو صايم في رمضان قال ان جبريل اتاه بايه سوره المجادله 22 في يوم بدر نفسه ويقول نصها لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الاخر يوادون يعني يسالمون من حد الله ورسوله يعني من رفض الاسلام ولو كانوا اسمعوا من فضلكم ولو كانوا اباءهم او ابناءهم او اخوانهم او عشيرتهم طيب اللي ممكن اللي يا اختي لونا خليكي بقى. خليكي معايا بس وانا اسمعك بعض الناس اللي علقوا على اتوبيس المنيا وقالوا الناس عملوا فيهم انا عايز اسمع في واحده ست وولد صغير شوفي قالوا ايه وازاي ده يعني انا عايز افهم بس المسلمين اللي في مصر ده اللي زعلني جدا ليه ما عملوش مظاهره في المنيا يقولوا لا ده كلام فاضي وازاي نقتل الابرياء يا جماعة ما أنا عايز أفهم إن إزاي حتى المسلمين العاديين ماشيين في الموضوع وزي ما ذكرت قبل كده واحد قبل تقرير إن هم كانوا مبسوطين ومفرحين بالموضوع ده يعني كارثة المجتمع الإسلامي في كارثة خلينا نسمع الناس دولت وبعدين نشوف قالوا لهم إيه القادة المسلمين إرهابيين قالوا لهم إيه نسمع الست دي قالوا <applause> كانوا راجعين مني قالوا جايين من الدرب. موت كلهم اللي في العربيه ومكان اربع عربيات ومتهمنين ومتلصقين وكاتبين مش عارفه ده ولا ايه <applause> ودخلوا بعد ما موتوا له بره دخلوا من جوا. جو وبقوا في الراس في الراس في الراس طول كله. كله في الراس في الراس ما سوتي قتلك فين كده فراك وده اللي ورا وقع اللي

ما يقولوا تبص حاجة هو لسه ما يدوم البطاقة كورة راحوا قالوا للناس التانية أعلنوا الشهادة ما ردوش عليهم أعلنوا الشهادة ما ردوش راحوا راحوا ضربوهم بالنار كلهم كلهم من العربية في اتنين بس كانوا قدام جنب أبويا ما رضوش ينزلوا راحوا ضربوهم في العربية مم. وكل نزل من العربية وضربوه تحت وبعد كده ما رحموش وخدوا عربيتهم وكان في عربية اتنين اتنين كابينه كانت قدام ده موتوا صاحبتهم وراحوا خدوها نزلوا بها الجبل عملت منهم غرزت منهم راحوا فجروها العربيه التانيه خدوها اللي كابنتين دي خدوها غرزت منهم في الجبل راحوا فرجوها يعني أنا عايز أقول الحاجات دي اللي حصلت قبل رمضان بيوم الناس بيعملوها وهم عارفين ان ربنا هيغفر ليهم هذا العمل الشرير البشع اقول عليه ايه اقول عليه ايه العمل ده يعني اسميه ايه ناس بلا رحمه وشفنا طبعا مشهد مؤلم لواحد ضاربينه في راسه وكلهم ضربوهم وقتلوهم وموتوهم مع ابرياء ما عندهمش اي ذنب ولا اي حاجه غير ان هم مسيحيين هذا هو الاسيان الله اكبر الله اكبر انتصرنا ضربنا وحطمنا قبل ما يبتدي رمضان عشان في عقيده فاسده في مخ الناس ايه صوما مقبولا وزنبا مغفورا هنقتلهم وهنروح نصوم رمضان قبل ما يبتدي رمضان بيوم ادينا صومنا طبعا ربنا بقى غفر لنا كل الحاجات اللي عملناها بما فيها السرقه والذهب والقتل والكل اللي حصل ده اطفال ماتوا ابرياء ماتوا كام راجل مات ما مهم والمجتمع المصري الاسلامي سمع وعرف كل التفاصيل عمل ايه؟ ايه اللي عملوا المسلمين في مصر؟ ايه اللي عملوه المسلمين في امريكا؟ لما واحده زمان اسمها مروه موتوها في اوروبا لاي سبب كان وقامت القيامه عشان تعرفوا ضميركم فين؟ وافكاركم فين؟ واسلوبكم بيمشي ازاي؟ وتفكيركم ايه؟ آه إحنا أصلنا مش راضيين على الوضع مش قابلينه عملتوا إيه؟ أي مظاهرة قمتوا بيها لما قتلوا المسيحيين بوحشية في كل اللي حصل في الشهور اللي فاتت. عايزين نسكت يجب أن نفضح هذه العقيدة الفاسدة اللي أفسدت عقول الشباب وأثرت تأثير سلبي على العالم حتى الولاد والبنات الصغيرين اللي ماتوا في مانشستر أنا تألمت جدا اليوم رايحين فرحانين في حفلة وبيغنوا أو أي حاجة بيعملوها شباب صغير يروح يفجر نفسه برضه هذا الشاب الغلبان المسكين اللي ضحك عليه واتغسل مخه بالعقيدة الفاسدة 22 سنة يروح يفجر نفسه عشان يموت شوية ولاد وبنات ما لهمش أي ذنب في أي حاجة والعالم يسكت ولما يحصل اي جمعه على جامع كده يقول لك لا ده لازم تتدخلوا عشان تحمل المساجد وكير عامله لها شغلاله في امريكا وحاجات كتير بتحصل، ايه اللي بيحصل ده؟ مفيش اي تمييز مفيش اي مخ مفيش اي موقف عمله المجتمع الاسلامي في داخل الدول العربيه الاسلاميه او في داخل المجتمع الغربي عشان يقول ان الكلام اللي بيحصل ده اجرام لا مثيل له طيب من الان فصاعدا نشوف مع بعضنا حقيقه العقيده الفاسده اختلونا بيقول كده الكلام بتاع المسلمين محمد قال لهم عن شهر رمضان شهر مبارك كتب عليكم صيامه تفتح فيه ابواب الجنه وتغلق فيه ابواب الجحيم وتغلي فيه الشياطين فيه ليله من الف شهر انا يعني مش شايف في رمضان شايف الدنيا بقت مليانه شياطين ومليانه حرب وقتل وسفك دماء فين الكلام ده يعني ايه المتناقضات دي اللي ماليه هذا الدين او ما بسموهوش دين بسميه اي حاجه تاني طيب ارجع تاني جناب الشيخ صموئيل ارد على جزئيه المتناقضات لاني انا ما كملتش نقطتي يعني ارجع تاني للايه اللي جابها نبي الاسلام في يوم بدر قال لهم اتاني بها جبريل انه يعني لا تجد قوما يعني يؤمنون بالله واليوم الاخر يوادون من حد الله ورسوله يعني يسلموا اي حد اي شخص غير مسلم ولو كانوا ابائهم او ابنائهم او او اخوانهم او عشيرتهم ووصف الكلام ده وصفهم بايه قال لهم اولئك كتب في قلوبهم الايمان ويدخلهم الله جنات تجري من تحتها الانهار ادي وعد للابديه رضي الله عنهم ورضوا عن اولئك هم حزب الله. طيب يعني ما فيش اي قوم مسلمين مؤمنين ايمان حقيقي يسلموا اي شخص من اسرتهم اللي رفضوا الاسلام. شوف يا شيخ صموئيل ده كان ناتج عنه ايه عشان يعني تربط الكلام دوت نربطه في اذهاننا وفي اذهان كل المشاهدين باللي بيحصل دلوقتي اللي حصل ان عمر بن الخطاب قتل خاله في يوم بدر بناء عن هذه الايه العاص بن هشام بن المغيره قتلوا لانه مش مسلم مرضيش ينطق بالشهادتين وابو عبيده عمرو بن الجراح قتل ابوه في تلك المعركه وابو حذيفه بن عتبه اعان مبارزا على قتل ابيه ومصعب بن عمير قتل اخاه عبيد الله بن عمير وكل دول يا شيخ صحابه وبعدين استخدم نفس النص القرآني مرة تانية في رمضان في يوم عشرين رمضان سنة تمانية هجرية في غزوة فتح مكة واخضع كل القريشيين الذين رفضوا الاسلام قبل هجرته اخضعهم في رمضان الى الاسلام بقوه السيف سؤالي هنا عشان اربط موضوع الباص يا شيخ صموئيل هل تعتقد لو دلوقتي هذه الجماعات عندهم نص قراني بيحثهم على قتل اهلهم الذين رفضوا النطق بالشهادتين فكم بالحري هؤلاء المسيحيين الغرباء الكفار مستقل الباص بتاع المنيا طبعا اقتل وانا داخل على صيام مستندا على سنة نبوية ومستندا على نص قرآني من إلهي هكذا تم التوفيق بين هذين المتناقضين الشخص مويل واللي بنشوفه في كل رمضان من كل سنة ألو أنا سمعت فيعني <applause> شوفي شيخ مويل أنا عندي أمر من إلهي يعني بكون أبويا أقتله لما يكون أخويا أقتله لما يكون حد من عشيرتي اقتله طيب ده 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 زمان, زمان. ده زمان النهارده ما فيش عاقل مسلم يفكر في الكلام ده ويناقشه مع نفسه حتى ما فيش واحد عاقل يعني القرآن لكل زمان ومكان أيه. القرآن مش بتاع امبارح كويس انا دلوقتي اللي تعبني ايه مش الارهابيين ولا الناس دولت خلاص خلصنا منهم دولت مخهم باظ لكن انا بتكلم على القاعده العريضه مليار ونص من المسلمين ما فيش مليون واحد يفكروا بطريقه عاقله ان هذا لا يعقل وان هذا لا يمكن ان يكون تعليم من الله وان هذا ضد الانسانيه وان هذا بيهدد السلام الاجتماعي في كل بلد وبيهدد السلم العالمي وان ده هيجيب خراب العالم انا ما افكرش في سلام العالم انا افكر في اتباع اوامر الهيه هتوديني جنات تجري من تحتها الانهار مين يعقل ان دي اوامر الهيه مين يقبل اي مخ اي ذهن الكتاب ده كتاب سماوي طيب انا على لأ... اي اساس على اي اساس مش لازم افكر في اللي فيه واللي بيتقال فيه واللي بيتعمل فيه بس كل سنه اروح اصوم كل سنه اروح احج من غير ما افكر ايوه ايوه يعني مجرد صوم ناتج عن يعني مجرد فريضه جوفاء لا ناتجه عن تغيير قلب الانسان وبيقول لك يوم 27 رمضان لسه بينتظر بينتهي يستنوا ليله القدر ايه ده انا عندي معلومه طريفه جدا خاصه بليله القدر شيخ صموئيل يعني يعني شفت فيديو على النت من يومين بيتكلم عن ليلة القدر طبعا ليلة القدر المفروض ان هي في العشر الاواخر من رمضان والقرآن ما حددهاش امتى بالظبط فسمعت على هذا اليوتيوب انه وكالة ناسا استطاعت ان هي ترصد ليلة القدر لسنة 2017 واخفت الخبر وبعدين اعلنته بعد وفاة ليلة القدر على لسان عالم ناسا كارنر عشان يعني حتى لا يسلم العالم كله معتمدين على حديث لمحمد بيقول بيقول فيه ان ليله القدر هي ليله يعني بالجه لا بارده ولا حاره ولا يقع فيها نجم ولا يكون للشمس شعاع وتكون سلام هي حتى مطلع الفجر كما قال القران فبحسب احصائيات وكاله ناسا ان الارض بتضرب يوميا ب 10,000 الى 20,000 شهاب إلا إنه يعني الليلة اللي رصدوها دي لم يسقط فيها شهاب واحد، ففهموا إن هي دي الليلة اللي اتكلم عنها محمد في حديثه الصحيح، ووافقت كل المواصفات اللي النبي قالها، فوكالة ناسا ضيعت على المسلمين غفران ذنوبهم وضيعت على العالم كله إن هو يسلم في هذا اليوم. شكراً جزيلاً أختلونا على المداخلة وعلى المعلومات اللي أضفتيها لينا. ربنا يساعدك عشان تقول للناس حقائق عن الاسلام بالطريقه الواضحه لعل حد يكون عنده ودن ويسمع لحد دلوقتي بنسمع خرافات ونصدقها ناس عارفه ليله القدر ومنعتها عن المسلمين عشان او عن العالم عشان يسلم يا جماعه فكروا حد امتى هنقعد بلا تفكير حد امتى هنستقبل اكاذيب ونصدقها كحقائق لحد امتى هنمشي بالطريقه دي اللي هي دمرت شعوب وبلاد وما زالت تدمر العالم في هذه الايام انتبهوا شغل مخك اطلع بنتائج ايجابيه كويسه او يفكر هل معقوله واحد يصوم 30 يوم الله يغفر كل ذنوبه خلينا طيب نخرج الفاصل ونرجع نستكمل حوارنا بيكم نستكمل حوارنا على الموضوع صوما مقبولا وذنبا مغفورا وخصوصا بعد ما الناس دول اتقتلوا كل الناس الطيبين في المنيا وراحوا صاموا رمضان ومبسوطين بصيام رمضان ربنا غفر ليهم كل شيء. دكتور نبيل اهلا بيك مره تانيه ايه تعليقك على بعض المداخلات قبل ما اسالك السؤال الاساسي للحلقه اذا ما كانش الصوم بيغفر الخطايا اذا ما كانش الصلاه تقفل الخطايا ان ما كانش الاعمال الصالحه تغفر الخطايا كيف تغفر الخطايا عشان نفهم الناس لعل وعسى حد يفهم ويفوق ويستوعب ازاي تغفر الخطايا اتفضل اشكرك آه بالنسبه للتعليق على المداخلات اللي فاتت انا بس ليا تعليق بسيط على عباره قالها الاخ يوسف وانا متاكد الاخ يوسف اللي من الينوي ما يقصدهاش بس قالها في عجاله وهو كده متحمس قال إحنا بنصوم بكيفنا لا إحنا مش بنصوم بكيفنا إحنا بنصوم بحسب تعليم الكتاب المقدس لأجل احتياجاتنا ومش بس احتياجاتنا الشخصية ولا حتى احتياجات أسرنا ولا يعني مثلا داوود صام لأجل مرض ابنه وأستير صامت لأجل شعبها لكن كمان إحنا عارينا في مزمور 35 إني كاتب المزمور صام لاجل اعدائه ولاجل ان ربنا ينقذهم ان ربنا يفتح عينيهم فده احتياج ملح لينا احنا بنصوم لاجل ظروفنا الشخصيه لاجل ظروفنا العائليه لاجل ظروفنا كمجتمع كبلد لاجل حتى الناس اللي هم عندهم افكار غلط عننا او بيحملوا ضغينه او كراهيه او حتى بيقتلونا ومش عايزين ابدا ننسى في جو الغضب بسبب الافعال الخاطئه النابعه من معتقدات خاطئه ان احنا ننسى تعليم المسيح احبوا اعداءكم باركوا لعينكم احسنوا الى مبغضيكم وصلوا لاجل الذين يسيئون اليكم ويضطهدونكم. لكي تكونوا ابناء انا, أنا, أنا بس, من في بس يعني ما اسكتش على الغلط. انا أ... ما اقدرش اسكت على الغلط. انا انا ما اقدرش اعلم ان الناس تسكت على الغلط. انا ما اقدرش اعلم إن الناس تسكت عن الدفاع عن نفسها انا ما اقدرش اعلم ان الناس تسكت قدام مشاهد زي كده انا دلوقتي هطالب بحاجات اخطر مما تتخيل في حلقات الجايه لازم ناخد موقف ضد الارهاب ما نستسلمش الوضع خاطئ النهارده ده مش وضع ان واحد بيحبني او بيكرهني لا ما احنا طول عمرنا بنحبهم وطول عمرنا بنصلي من اجلهم وطول عمرنا بنسامحهم بس لا لازم هنا في وقفه لازم الارهاب يواجه بطريقه مختلفه ده عنوان الحلقه الجايه كيف نواجه الارهاب بطريقه عمليه مش بس ان انا اصلي له دي كارثه تبقى كارثه على الكنيسه لو بتقول بس خلاص يا جماعه احنا نعمل ايه نصلي من اجل المسلمين ربنا يسامحهم وربنا يغفر ليهم وربنا يباركهم وربنا يكون معاهم ويكتر من امثالهم عشان يخربوا الدنيا ايه ده احنا بقى نخش برضه في عقيده فاسده ليه لان احنا بلعنا انا هتكلم كتابيا مش بس كده يعني انا لما هناقش الموضوع ده مش مع حضرتك دلوقتي هناقشه كتابيا لكن اللي انا عايز اقوله انا فهمت من كلام الاخ يوسف حاجه تانية ان هو عايز يقول لك مفيش فرض علينا في الصيام مفيش اوقات معينه لازم نصوم فيها مفيش شهر رمضان عندنا ده زي ما صح. هو بيقول ما هو فرض عليكم كما فرض على الذين من قبل لا ما فرضش علينا ده اللي عايز يقول انا انا متاكد انا متاكد هل بدا. هو فرض علينا لا بس انا علقت على عبارة قصيرة صحيح مهمة وهو لا يقصد المعنى الذي يمكن أن يفهمه المشاهد العادي خلينا نخش في الموضوع الأهم صدر. دلوقتي الصوم لرمضان يكفر الذنوب ولا الصيام في اليهودية يكفر الذنوب ولا الصيام في المسيحية يكفر الذنوب إخواتنا الأرثوذكس بيصوموا تلتين السنة مش بيكفر الذنوب ولا أي حد يصوم لو عصام السنة كلها مش هيكفر الذنوب ازاي بتكفر الذنوب نفسي تديني الاول مفهوم عن فكره الذنوب والخطيه والاسم ايه مفهومها عشان نفهم خطورتها ونعرف ان ما ينفعش الصوم عشان يكفرها اتفضل الذنب آه، آه، او الذنوب آه، ما هياش آه، مرض لكنها عرض م. يعني يعني الشعور بالذنب الذنب ده شعور بيتملك الانسان طبعا الخطيه لها معاني كثيره متعدده في الكتاب الخطيه هي التعدي الخطية هي فعل الإرادة الذاتية لا الخ... نفسي الخط... أتعبك ونشوف الكلام ده على الشاشة يعني مثلا لو نشوف رمية 3 23 على الشاشة عشان يبقى ده تعليم واضح يقول لك إذا الجميع أخطأوا وأعوزهم مجد الله في تعليقك على الآية دي مظبوط إن الإنسان فشل في أن يمجد الله الهدف الذي من أجله الله خلقه الله قال كده في إشاعة 43 عن الإنسان عن البشر عموما ولمجدي خلقته وجبلته وصنعته لكن الكتاب بيقر إن مفيش ولا واحد البشر كلهم فشلوا في تمجيد الله. قولي بصراحة. هل الأنبياء أخطأوا ومعصومين معصومين من الخطأ؟ أه لا احنا كل واحد من الأنبياء لما نقرأ السيرة الذاتية بتاعته في كلمة الله لم تخلو حياة إنسان واحد من الخطا انا عايز, الأخ... عايز اسمع تعبير واضح من حضرتك آه. هل كل الانبياء اخطاوا؟ آه الجميع اخطاوا اعوذهم مجد الله دي ايه واضحه وصريح الجميع يتساوى فيها الخدام والمخدومين الانبياء يعني لما حد يقول غير هذه العباره الجميع اخطا عوازهم مجد الله يقول لك لا ده في ناس معصومين من الخطا هل دي تبقى عقيده من عند ربنا ولا من عند البشر؟ بيخترعوها يعني اختراع بشري لا ما الانسان مولود بالخطيه يعني البذرة الخطيه موجوده في كيانه الانساني وبدليل ان الخطيه منتشره في كل الناس ونتيجة الخطية اللي هي الموت الموت منتشر بين كل الناس في أي حلوة بتعرف الخطية تعريف جميل في يوحنا الأولى 3 أربعة لو لنا واسمع تعليق حضرتك عليها كل من يفعل الخطية يفعل التعدي أيضا والخطية هي التعدي التعدي يعني يعني تجاوز الحدود، يعني ربنا حط مبادئ، حط قوانين، الإنسان تجاوز الحد وعمل بدل ما يعمل إرادة الله المعلنة في وصاياه بيعمل إرادته الذاتية. يعني تعدى وصايا الله، صحيح كسر وصايا الله، أذنب في حق الله. صحيح طيب في الثانيه 12 9، في آية برضه حلوة أوي، لماذا احتقرت كلام الرب ده واحد عن واحد من الانبياء ده واحد من اكبر الانبياء صحيح اكبر نبي وملك في تاريخ اسرائيل, إسرائيل. ربنا بيقول له كده بعت له نبي يقول له لماذا احتقرت كلام الرب لتعمل الشر في عينيه يعني, يعني الشر اللي احنا بنعمله ده بنعمله قدام ربنا قدامه في حق ربنا يقول لك يا عم احنا ما غلطناش في ربنا ده احنا غلطنا في البشر فراح هو زنى الملك العظيم داود اللي هما بيتكلموا عليه اليهود واليهود كتبوا عنه مش احنا اللي كتبنا عنه لو كان كتاب ده غلط او في حاجه كانوا يطلعوا داود ده دا يعني حاجه جميله جدا لكن هذا الاصحاح في صامولي الثانية 12 بيثبت صحه هذا الكتاب ان داود مكتوب عنه هذا الفعل الشرير اللي وقع فيه وبيثبت ان كل انسان ممكن يتعرض للخطيه كيف فعلت هذا الشر العظيم واخطات الى حق الله فعملت الشر قدام عينيه قتلت أوريا الحسي بالسيف وأخذت امرأته لك امرأة وإياه قتلت بسيف بني عمون رغم أنه هو يعني مش هو اللي نفذ لكن آه صحيح. هو اللي بس رما هو صاحب, الأمر. بتاعته صاحب الأمر. صاحب الأمر تفضل يبقى هنا يعني الخطية إيه الخطية هي احتقار الله واحتقار كلام الله على فكرة دي مش من عندي آه. لحسن حد يخاف ويتخض وهو بيسمع الكلام ده لو حد تابع النص اللي حضرتك قريته حالا اول حاجه نثان النبي قال لداود لماذا احتقرت كلام الرب وبعدين مره ثاني النسان بيتكلم على على فم الرب يقول له لانك احتقرتني مش احتقرت نسان لكن احتقرت الرب نعم. تعرف اسوا حاجه في التعليم الاسلاميه ايه ان لك ربنا ملوش دخل بالذنوب والخطايا اللي احنا بنعملها هو يا ربنا بالنسبة لنا الرحمن الرحيم بيسامحنا على كل حاجة لكن الغلط اللي أنا أغلطه في حقك لازم أرده لك مرة تاني إيه ده؟ إيه العقيدة دي؟ دي أكبر حاجة خطيرة جدا في كل التعليم الإسلامية أي خطية الإنسان بيعملها هي أساسا ضد ربنا رقم واحد أي أيا كان بتسرق برضه بتكذب ضد ربنا بتزني ضد ربنا بتقتل ضد ربنا ودي المشكلة ما ينفعش الصيام يغفر ذنوب خطايا ضد ربنا يا جماعه افهموها بقى لحد امتى هتستمروا بالطريقه دي فكروا الخطيه والشر والذنوب ضد ربنا وان الغفران بيجي على اساس قد ايه اي خطيه عملتها هو ايه اللي عمله ادم وحواء حاجه بسيطه جدا حاجه بسيطه جدا ما سمعوش الوصيه الوحيده اللي كانت عندهم طردوا من جنة على طول انت 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 رحمن رحيم ما رحمتهمش ليه؟ ليه طلعتهم كده؟ ليه عملت معاهم كده؟ كان اصبر عليهم دول لسه عيال صغيرين في الايمان مش فاهمين قال لا ركلا. خطيه واحده كانك اخطات في الكل ده التعليم انت عملت حطيت شويه سم في الاكل شويه صغيرين بس الاكل كله اتسمم ما ينفعش عشان كده مفهوم الخطيه في العقيده الاسلاميه مفهوم فاسد. اتفضل. الخطية من نتائجها انها تشعر الانسان بالذنب. ويمكن اول اشاره في موضوع الشعور بالذنب لما ادم اخطا وربنا بيدور عليه وبيفتش عليه يعني عشان يديله فرصه انه يرجع ويعترف ويتوب ادم قال لربنا ايه؟ سمعت صوتك في الجنه فخشيت لاني عريان فاختبات. نعم. فالخطية أشعرت الإنسان بالذنب يبقى إذا الذنب الذي يحتاج إلى غفران ده أعراض المرض والمرض هو الخطية الخطية بتعريفاتها المتعددة اللي احنا قلناها في بداية الجزء الثاني من الحلقة فهذا الشعور بالذنب يشبه تماما الألم اللي بيشعر به الإنسان لما يتعب مرض. لما يتعب عضو من أعضاء آه. يعني انا مثلا لما بيجيني الم في ظهري بعرف ان في مشكله بعرف من الالم ان في مشكله في في الفقرات انا الاسبوع اللي فات لما جسمي سخن وارتفعت الحراره اكتشفت ان في حاجه في جسمي عايزه علاج بالظبط الحراره طلعت والسخونه زادت ما كنتش عرفت بالظبط يبقى بالظبط برضه ارتفاع الحراره دي مش مرض دي عرض, عرض. المرض موجود ينبه الانسان وعلشان كده الشعور بالذنب ده بركه من الله للانسان لان لولا ارتفاع الحراره ما كنتش هعرف ان انا عندي مرض لولا احساسي بالالم ما كنتش هعرف ان عندي مشكله في الفقرات او مشكله في اي عضو من اعضاء جسمي فعلشان يعالج ال 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 العرض ده لابد ان يعالج المرض الاصلي صحيح دي القصه يبقى ده حاجه في منتهى الاهميه انا نفسي اخر شاهد اعرف الموضوع ده عشان تعريف الخطيه في مزمور 38 قبل اخد مكالمات ثانيه يقول لك لان اسامي قد طمت فوق راسي كحمل ثقيل اثقل مما احتمل قد انتنت قاحت حبر ضربي من جهه حماقتي لويت, إنح... لويت انحنيت الى الغايه اليوم كله ذهبت حزينا لان خاصرتي خاصرتك. قد خاصرتي قد امتلأتا احتراقا وليست في جسدي صحة غدرت وانسحقت إلى الغاية كنت أئن من زفير قلبي يا رب أمامك كل تأوهي وتنهدي ليس بمستور عنك كلمات مش معقولة نفسي اشرحها لي قبل ما أخذ مكلمات شوف حضرتك دي بالظبط تعبيرات يعني إلهية موحى بها من الله على فم كاتب المزمور بيعبر بها عن نتائج الخطية وهي الشعور بالذنب الذي يؤدي في النهاية إلى الاكتئاب كمرض م. يعني دي لغة واحد مكتئب بس مش اللي جاب له الاكتئاب في تغيير في التركيب الكيميائي بتاع المخ بتاعه لكن الخطية نعم الخطيه عشان كده في مزمور 51 لما سكتت بليت عظامي من زفير زفير اليوم كله احساس بالذنب احساس بالذنب ان لم يعالج علاجا كاملا وحقيقيا في النهايه سيؤدي بصاحبه الى الاكتئاب بكل مضاعفاته يعني دكاتره علماء النفس كلهم لازم يفهموا النقطه الخطيره دي لما يعالج واحد خليه يعالج اللي جوه اللي هو تسبب في الحاله اللي هو فيها ويوصل لايه نقطه الشعور بالذنب دي ويحرره منها عشان يعرف يشفى من اي حاجه تانيه. يعني بمناسبه كلام حضرتك انجح اطباء النفس في علاجهم للناس المرضى بتوعهم الاطباء المؤمنين اللي عارفين كلمه ربنا وعارفين المشاكل الحقيقيه اللي بيعاني منها البشر واللي بيعالجوا الناحيتين بيصحح الحاجات اللي محتاجه تصحيح بادويه لكن في ذات الوقت بيرشد الشخص ويقوده الى انه يعترف بذنبه لربنا وانه يتاكد من غفران الله ومن قبوله له له المؤسس على عمل المسيح الذي قام به. اشكرك انا نفسي بس نخش في الاعماق فاضل وقت قليل وعايز اساعد المشاهد ايا كان مسيح او مسلم يفهم حقيقه كيف تغفر الذنوب. اخذ بس مكالمه سريعه من الاخ سامي من النمسا تفضل اخ سامي. تحيه لحضرتك شيخ سمير وتحيه لضيفك الكريم. هو انا عندي شويه نقط بسرعه شديده اللي بالنسبه للشيخ سالم عبد الجليل اللي انا بشوف ان هو السبب في الحادث الاخير دوت لان هو قال العقيده المسيحيه عقيده فاسده ومحدش يتكلم معاه ولا حد قال له اي حاجه انا خليني اسال حولوه حولوه للتحقيق بس انا عارف التحقيق هيقول لهم اللي انا قلته ده مبني على ايات القران اللي بتقول لك كفر الذين قالوا ان الله هو المسيح، طبعا انا قلت قبل كده احنا نقول الله هو المسيح، احنا بنقول المسيح هو الله وهناك فرق كبير بين العبارتين، بس هو سالم عبد الجليل هيبني كلامه على الايات القرانيه اللي هو طلعوا بره الراجل ذنبه ايه؟ ده قال ما في القران، ما علينا. يعني بالنسبه للشيخ سالم خلينا نساله بقى ان هي عقيده فاسده العقيده المسيحيه ولا العقيده الاسلاميه. ما هو بنتناقش اهو بنتكلم بعض. بصوره واضحه. اه الصوم مقبولا وذنبا مغفورا طبعا اكيد الكلام ده صحيح صوما مقبولا بس هم صاموا لمين ومين اللي هيغفر لهم؟ اكيد مش للاله الحقيقي اكيد لاله ثاني احنا ما بنعرفوش وبالنسبه لبيت الشيوخ يعني شيوخ الفتنه الحويني والزغبي وحسان والقرداوي والقرضاوي واستاذ وجدي غنيم والناس الحلوه دي ليه ما حدش فيهم بيفجر نفسه؟ ليه بيبعتوا العيال اللي عاملين لهم غسيل دماغ؟ يعني ليه بيبعتوا كلهم شباب صغير ما لهمش لازمه وهم قاعدين مريحين وكلهم قاعدين بره اللي قاعد في انجلترا اللي قاعد معرفش فين اللي قاعد يعني كله قاعد تمام 100 100 والعيال الصغيره هم اللي بيفجروا نفسهم فجر نفسك يا واجدي وجدي غني طبعا وبعدين آه كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لا كتب هنا بمعنى فرضه وطبعا دي كذب برضه فانا مش عايز مش عايز اطول اكتر من كده شكرا شكرا يا شكرا جزيلا شكراً. لا شكرا الناس كلها النهارده متالمه ومش قادره تحتمل كيف تغفر الخطايا صحيح احنا قلنا ان المشكله ان الانسان حتى في خطئه الى انسان اخر حتى الى نفسه فهو يخطئ الى الله لانك انت لما بتخطئ الى انسان فانت بتخطئ الى الخالق الذي يملك هذا الانسان انا يعني اتمنى مش واضحه خالص اتمنى من كل قلبي مش واضحه خالص ان توصل لاي حد ازاي يعني, اشرح يعني لي ازاي الخطيه بتاثر في ربنا يعني ربنا هو اللي خلقنا وربنا هو اللي مسؤول عننا فاهانه انسان الله خلقه فهي اهانه للخالق يعني لما يكون في ملك كبير وعنده مجموعه من الخدم بيجي واحد يضرب حد من الخدم بتوعه وده اساءه للملك طبعا طبعا يعني يعني برضه نذكر بعض الايجابيات عن مصر مش عايزين تبقى الصوره كلها سلبيه يعني في الفتره السابقه لما تعرض 21 مسيحي للذبح على يد الداعشيين في ليبيا رئيس الجمهوريه بحكم مسؤوليته عن كل المواطنين في مصر خد يعني خد قرار لان اعتبر دي في اهانه لمصر كلها واهانه ليه هو شخصيا لان هو يمثل كل المصريين عايز اقول ان الفكره احنا بنقبلها في العلاقات البشريه فازاي نقبلها في العلاقات البشريه ونرفضها في الله خالق الجميع يعني ما حدش ذبح حد من عيله السيسي ربنا يحفظهم لكن هو اعتبر ان الولاد المسيحيين اللي اتذبحوا هم اولاده طبعا هو دي الفكره فكان كان الانسان كده فسبحان الله سبحانه كل خطيه هي موجهه ضد الله ولا شيء من الاعمال الصالحه ولا الصوم ولا الصلاه ولا الزكاه ولا حج بيت الله ولا صوم رمضان ولا الاعمال الصالحه ولا الجتامة ولا الفقراء تغفر هذه الخطايا خليني معلش اخد اخر مكالمه عشان اقفل المكالمات ناخذ الاخ وجدي اتفضل اعتبر دي اخر مكالمه من فضلكم مش هقدر آخد مكالمات ايوه يا شيخ سموين ربي يبارككم ويستخدمك حبيبي لمجد اسمه شكرا أه عاوز اقول حاجه وحضرتك بتوافقني عليها إخواننا المسلمين دول بيلغوا العقل ويستخدموا النقل فقط الحاجات المنقولة ليهم يعني ما من غير تفكير لأنه يعني اللي فكر بيعتبر كافر طيب بس أنا حاجة تعبان يا أخ وجدي معلش في الكلام أيوة ده أنا معاك إن هم أمم يعني ما فيش تفكير لكن في ناس علماء وناس محترمين وناس مثقفين يخافون على مراكزهم يا شيخ سمويل معاك حق يقفون على مراكزهم فقط ليس الا يعني. الرب يباركك لك ويحفظك. شكرا شكرا جزيلا اشكرك ربنا معك من فضلكم معلش سامحوني مش هاخد مكالمات ثانيه. اتفضل يا اخي انا عايز اخلص موضوع الغفران مش عايز انهي الحلقه غير لما حضرتك تقول ماشي انت حضرتك احنا يعني الحوار ماشي متسلسل بطريقه بسيطه وتلقائيه. ايوه وتكلمنا عن مفهوم الخطيه آه. وخطوره الخطيه. لا, لا هاخد حضرتك آه. من الفكره اللي احنا نهينا بها الحديث قبل مكالمة الأخ واجدي احنا جبنا صورة مثل من الحياة العملية من مصر نعم. فأول حاجة أن المصريين كلهم مسؤولين من رئيس الجمهورية مسؤولين مسؤولية أدبية نعم فإذا ال الإهانة لأي مصري تعتبر إهانة ل ل للرئيس فبنفس فب نعم. الفكرة إهانة أي إنسان الله خلقه على صورته وشبهه هي فيها إهانة لله، فالتعدي على الإنسان فيه تعدي على خالقه على الأقل بالنسبة لنا هذا هو تعليم الكتاب المقدس. الحاجة الثانية إن من المثل الحالي أو أمثلة كثيرة بتحصل في مصر من الناس اللي هم بيعتدوا على نفوس الآخرين زي ما جبنا المثل بتاع المصريين اللي ذبحوا في ليبيا أو حتى آخر حادثة اللي هي في المسيحيين اللي رايحين دير الانبا صموئيل علشان يقضوا يوم قبل رمضان. نفترض انهم قبضوا على مرتكبي هذا الحادث. نعم. ومرتكبي هذا الحادث قالوا ان احنا بنتعهد من هنا ورايح ان احنا هنصوم العمر كله. وان احنا هنصلي ليل ونهار. ونحن مش بس نبذل اموالنا صدقه لكن حتى نقدم اجسادنا لحريق النار. وقدموا هذه الدفوع امام ابسط محكمه او اكبر محكمه. هل ينفع او يجرؤ اي شخص يقول ان انا خلاص طالما الناس دول هيصوموا او صاموا او صلوا او هيقدموا اموالهم صدقه للفقراء ان القاضي يحكم ببراءتهم؟ ده ده سؤال أنا بطرحه جدا. منطقي ومعاش في كل يوم علشان كده في الكتاب المقدس من البدايه شيخ صمويل لم يأتي ذكر شيء من هذه الأشياء كوسيله يستطيع بها الإنسان أن يحصل على غفران لخطاياه يعني يصوم علشان يتهيأ ويكتشف حقيقة حالته ويطلب من ربنا الرحمه ويطلب من ربنا الغفران ليس بعيدا عن مطالب عدله انا عايز افهم دي بقى يعني ازاي ربنا يقدم صوره حقيقيه للغفران نفهمها واللي عايز يفهم يفهم واللي مش عايز يفهم هو حر لكن الفكره عايزين نقدم صوره واضحه ازاي الغفران على اساس العدل زي ما بيكتبوا في المحاكم عندنا العدل اساس الملك يعني عباره صحيح لا بس هو ده شعار اه شعار حلو ازاي يطبق الشعار ده بطريقه ازاي يكون فيه وسيله للغفران يخلي العدل والرحمه يبقوا حاجه واحده اه انا الاول بس أ, 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 القي بعض الضوء على فضل. فكره ان معظم الناس ولا سيما الناس المخطئين ما في واحد مخطئ واحد مخطئ في حقه نعم وخلينا نمسك برضو الجرائم الرهيبه بتاعت القتل. نعم. كل الناس بيركزوا على رحمه الله. وفعلا من بالبدايه الله اعلن عن انه رحيم وانه رؤوف. حتى بنو اسرائيل وهم غلطانين قال لموسى انا ارحم من ارحم واتراءف على من اتراءف. والله باستمرار عنده الرحمه بس يقول للكاتب المزمور لإن عند الرب الرحمة وعنده فدى كثير يعني حط الرحمة جنبها الفداء والفداء متضمن وسيلة الله للغفران فالله دايما رحمن ودايما رحيم لكن الله دائما عادل فازاي الله يقدر يقدم رحمته ويقدم غفرانه وتكون الرحمة والغفران على حساب العدل إزاي؟ هذا الأمر لا يقبل إنسان على نفسه أنا تعجبني آية واضحة جدا في العهد القديم في نحوم واحد ثلاثة صحيح الرب بطيء الغضب أي طويل الروح طويل الروح عظيم القدرة لكنه لا يبرئ البتة لا يبرئ البتة صحيح. يعني ما فيش حاجة اسمها فوضى في الغفران زي ما بيعلموا إخواتنا فوضى في الغفران يلا افتكر اه اه ده اللي بيحصل ويا شفته وانا في مصر واحد يتاجر في المخدرات ويقعد يكسب في المخدرات ويجي قبل ما يموت يحس كده ان سنه كبير يروح يحج ويرجع من الحج يبني له مدرسه ما هو عنده فلوس كتيره بقى من المخدرات وربنا غفر ايه ده مش حاجة على ربنا وربنا يضحك عليه انا مش عايز اتكلم سلبيا تاني عايز بس اوصل قبل ما الوقت ينتهي ازاي مثلا لو تقرا لي حضرتك الايه الموجوده في مزمور 32 عدد واحد بتتكلم عن الغفران. طوبى للذي غفر اسمه وسترت خطيئته ايه المقصود بقى طوبى للذي غفر اسمه غفر اسمه ازاي وسترت خطيئته ازاي؟ آه الـ 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 الخطيه تستر والاثم يغفر. اشرح. آه يعني الـ 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 الغفران هو الستر. والكفارة معناها ستر أو غطا. فمش بس الخطية تعدي لكن الخطية أيضا تعر الإنسان تكشف الإنسان تفضح الإنسان فعلشان كده كأني كاتب المزمور بيقول له يا رب استر خطيتي استر خطيتي عشان ما تظهرش قدام قداستك واستر خطيتي عشان ما تفضحش قدام اللي حواليا أنا كويس إن أنا أتفضح قدام نفسي ولما اعرف حقيقه نفسي وحقيقه الشر اللي جوايا اللي ممكن بدريه باعمال التدين اللي كان بيحرص عليها الكتبه والفريسيين في ايام المسيح واللي بسبب هذا الرياء الرب اكثر من مره قال عنهم ولهم ويل لكم ايها الكتبه والفريسيون اللي هم بيهتموا بالمظاهر لكن من الداخل قلوبهم مليانة بالشر ومليانة بالحقد ومليانة بالفساد ذكرت أن النبي داود والملك العظيم داود أخطأ خطية شريرة في مزمور 51 وبكى واسترحم ربنا مكتوب كده في عدد اثنين من مزمور 51 بيطلب من ربنا اغسلني كثيرا من اسمي صحيح ومن خطيتي طهرني صحيح. ازاي يتم الغسل والتطيف في عدد تسعه بيقول كده استر وجهك عن خطاياي وامحو كل اسامي اشرح لي داود النبي هو بيصرخ في هذا المزمور وبيقول الكلام ده ما هو نفس ال... نبي خلي بالك الفئر. نبي يعني آه صحيح. بس بيصرخ ربنا عشان يرحمه طوبى آه للذي غفر إثمه وسترت خطيته نعم. ومره تاني قدمها في سوره صلاه بيقول له استر وجهك عن خطاياي يعني وجه الله القدوس عيناه أطهر من أن تنظر إلى الشر وبسبب قداسته ينسب إلى الملائكة حماقة والسماء ليست بطاهرة قدامه فعشان كده لأن داود كان ليه علاقة حقيقية بربنا والصورة الذهنية اللي عنده عن الله صورة حقيقية لأنها مبنية على إعلان الله عن ذاته عن صفاته عن طبيعته عن قداسته عن بره عن عدله فعشان كده داود لما ابتدى ضميره يصحى عليه بسبب كلام النبي ناثان قال قد اخطات الى الرب ما قالش قد اخطات الى اوريا الحسي ولا الى امراه أورية اخطات الى الرب رد ناثان النبي قال له ايه والرب نقل عنك خطيتك, نقلها يعني ايه مش سامحك بيها لا ما هو ده فكره الكلام اللي هو نقلها يعني شالها من عليك وحطها على بديل. حطها على البديل. مين هو البديل؟ البديل يجي عنه الاعلان اللي كان مرموز اليه في لوين 16 بإني الثور او الخروف او او الذبيحه التي كانت ستقدم ويسفك دمها ويدخل بدمها الى داخل الاقداس كان رئيس الكهنه يضع على راس الذبيحه يده ويقر بذنوبه وبخطايا جميع الشعب وتذبح ويدخل بدمها كانه بيقول لله احنا اخطانا واحنا نستاهل للموت وسفك دمائنا كهذه الذبيحه البريئه التي هي خاليه من العيوب لكي تصلح ان تكون ذبيحه كرمز لكن يجي الحقيقه في انجيل يوحنا اصح واحد على 29 لما يوحنا المعمدان يشير الى الرب يسوع قائلا هوذا حمل الله الذي يرفع خطيه العالم دي ايه مهمه جدا مش عايز اعديها لان ده يوحنا المعمدان او يحيى بن زكريا بيشاور على المسيح يقول كده وفي الغد نظر يوحنا يسوع مقبلا اليه وقال هوذا حمل الله الذي يرفع خطيه العالم جملتين خطيرين جدا ايه معنى حمل الله وازاي حمل الله يرفع خطيه العالم طيب بس اعود في عجاله عشان اربط بين العهد القديم والعهد الجديد. صنع. كلنا متفقين على ان ابراهيم قدم ابنه على المسبح والله تدخل في الوقت المناسب وقال له رد يدك عن الغلام. لكن مش رد يدك عن الغلام وخلاص، لكن اوجد الله بديلا عن اسحاق لكي يوضع على المسبح ويذبح ويسفك دمه. اللي هو الكبش الممسك في الغابة من قرنيه. سألت المسلمين مئة سؤال آه. ليه ربنا لما شاف طاعة ابراهيم وقال له ارفع ايدك ما تموتش ابنك، ليه جاب له كبش وسموهم عندهم كبش عظيم عشان يقدموا ذبيحة؟ بديل. حدش فاهمها دي او ف... مش عايزين يفهموها ما فداء ما حضرتك انا مت... متذكر ان عملنا حلقة آ... مع بعض الايه بتقول و... وفديناه بذبح عظيم بز... ف... فداء يعني فداء أوه. يعني واحد بدل واحد فداك يا ولدي انا انا فداك يا ابني يعني انا بدالك ففكره البدليه هي الفداء فهنا في ايام ابراهيم ال... ال... الخروف بديل اسحاق لكن خروف واحد يفدي انسان واحد لكن جاء في سفر الخروج اصح 13 قال له كده ربنا قال لموسى كل بكر انسان تفديه بشاء خلي بال حضرتك الفكر المتسلسل يعني واحد بدل واحد جه في العهد الجديد اعلن عن من كان يشير اليه هذا الخروف او ذاك قال له ده حمل الله ده الحمل المعد من الله والمرسل من الله والذي قيمته غير محدودة مش هيرفع الخطية عن أو عقوبة الخطية عن إسحاق أو عن أي بكر لكن يرفع خطية العالم ونفس العبارة اللي قالها نثان النبي لداود الرب نقل عنك خطيتك نقلها ووضعها على ذلك البديل أنا أه نفسي نراها في سموية الثانية 12 و13 نشوفها على الشاشة قال داود لنسان قد اخطات الى الرب صحيح جماعة اخطات طب انت قتلت وزنيت ما ربنا بالقتل والزنا يقول لك اخطات الى الرب ده التعليم النقي آه. وقال نسان لداود الرب ايضا قد نقل عنك خطيتك لا تموت صحيح ما قالوش الرب رحمك مم. أو غفر. ولا عفى عنك او نه. غفر ليك لا نقل عنك آه 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 ف في إشاعية 53 يقول لنا الكتاب عن المسيح وده أصحاح مشهور بيتكلم عن الصليب والرب وضع عليه اسم جميعنا اسم جميعنا. فهو ده الفكر بتاع الغفران وبتاع الفداء في العهد القديم وفي العهد الجديد في العهد الجديد طبعا في آيات صريحة وواضحة إحنا أشرنا إلى واحدة منها في نهاية أعمال عشرة لما الرسالة اللي ربنا بعتها لكرنيليوس لما قال له بعد كل الحاجات الجميله والرائعه اللي انت عملتها واللي عبرت عن تقواك وعن رغبتك انك ترضي ربنا عن المسيح له يشهد جميع الانبياء حلو جميع الانبياء صحيح هقول لك احنا بنؤمن بجميع الانبياء ما عم تحكوش عن نفسكم جميع الانبياء بيشهدوا للمسيح آه. لو بتؤمنوا بالانبياء امنوا بالمسيح كل الانبياء شهدوا عن المسيح كل الانبياء كلموا عن المسيح كل الانبياء ذكروا آيات واضحة عن أن المسيح هو اللي هيجي يفدي ويخلص العالم تؤمنوا بإيه؟ ما تقوليش بقى بكل الأنبياء أنت بتضحك عن نفسك كل الأنبياء اشهدوا للمسيح أن به وحده وباسمه ينال غفران الخطايا. صحيح لأعمال عشرة أظن واحد آخر عدد م. فمش بس يشهدوا عن المسيح ويشهدوا للناس عن المسيح صحيح. له يشهد جميع يمن. الانبياء ان كل, كل من يؤمن ينال باسمه ينال باسمه غفران الخطايا باسمه تعني بشخصه لكن تعني بموته تعني بصليبه تعني هل... بدمائه هل... التوضيح, التوضيح أوه. هيجي تاني مم. الذي فيه لنا الفداء بدمه غفران الخطايا صحيح في رمية 3 24 و 25 الذي قدمه الله كفارة بالضبط زي حمل الله الحمل المقدم من الله في رمية 3 24 يتكلم عن المسيح أن الله قدمه كفارة بالإيمان بدمه بالإيمان بقيمة دمه لأن الدم يشير إلى الحياة بس مش حياة إنسان لكن حياة كائن الله صار إنسان ف قيمة دمه غير محدودة في بطرس الأولى واحد يقول عالمين أنكم أفتديتم من سير تفنى بل بفضة لا بفضة أو ذهب من سيرتكم الباطلة التي تقلدتموها من بل بدم كريم كما من, كما حمل. من حمل بلا عيب معروفا. ولا دنس معروفا سابقا قبل تأسيس العالم يعني الموضوع مش جه فجأة المسيح لم يمت على الصليب بسبب خيانه يهوذا او بسبب بغضه اليهود له او بسبب فساد الحاكم الروماني لا المسيح منذ الازل من قبل تاسيس العالم معروف في مشوره الله انه هيجي في يوم من الايام علشان من خلال سفك دمه يقدم فداء ويقدم غفران لكل لكل من يؤمن به ده اللي قاله بطرس في اعمال 2 هذا اسلمتموه مسلما بمشوره الله المحتومه وعلمه السابق صحيح. قبل خلق الانسان انا في ايه بحبها قوي في يوحنا الاولى 1 7 صحيح نفسي اسمع التعليق منك عليها ولكن ان سلكنا في النور كما هو في النور فلنا شركه بعضنا مع بعض الحته اللي المهمه جدا ودم يسوع المسيح ابنه يطهرنا من كل خطيه يعني معناها ايه دم يسوع المسيح يطهرنا من كل خطيه اه هقول لحضرتك الاول ان سلكنا في النور كما هو في النور فلنا شركه بعضنا مع بعض يعني ايه سلكنا في النور النور بيخليني اكتشف حقيقه كل شيء قبل ما اكتشف حقيقه اللي قدامي اكتشف حقيقه نفسي فانا من خلال النور من خلال علاقتي مع ربنا اللي هو النور بيكشف لي خطاياي بيكشف لي عيوبي بيكشف لي ذنوبي وده يخليني اتخلى عن الكبرياء والرياء طالما انا لي علاقه بربنا وفي نفس الوقت لما بغلط ما بشعرش بالياس او ما بشعرش ان خلاص راحت عليا لو مت لا انا كانسان عرضه ان اخطي لكن قيمه عمل المسيح في نظر الله تكفي ليس فقط للحصول على غفران شخصي لخطاياي لكن دم يسوع المسيح ابنه يطهرنا من كل خطيه يعني قيمه وفاعليه دم المسيح تغطي كل انسان جاء بالايمان ووضع نفسه تحت هذا الغطاء تحت هذا الستر الالهي الذي يضمن التطهير في نظر الله تطهير يعني تنظيف خالص, خالص نظف كل خطيه صحيح ما خلاش فيها ولا حاجه لسه باقيه طب ايه رايك في الايه اللي بعديها اللي بتقول في يوحنا الاولى واحد تسعة ان اعترفنا بخطايانا فهو امين وعادل حتى يغفر لنا خطايانا ويطهرنا من كل اسم عندي كم سؤال لحضرتك في الايه دي هل الاعتراف او التوبه يغفر الخطايا حضرتك الاعتراف هي وسيله او هي التعبير عن الذنب او الخطيه او الخطايا اللي انا غلطت فيها بقول انا مذنب انا خاطي انا شرير انا عملت كذا او لا كذا لا لكن التوبه بتمهد ليا الاقتراب من الله لاني مش ممكن وانا متكبر او انا ناكر او انا رافض ان انا اخطات هنال من الله غفران فان اعترفنا بخطايانا فالله امين وعادل حتى يغفر لنا خطايانا ويطهرنا من كل اسم بس الاول عندي سؤال في امين وعادل اه يعني عايز اقول بس عشان الناس بقى مجمعه معانا الصوم مش هيغفر ذنبك الصلاه مش هتغفر ذنبك الصدقه مش هتغفر ذنبك الاهتمام بالفقرة مش هيغفر ذنبك اي اعمال صالحه مش هتغفر ذنبك المسيح يموت على الصليب هو لا يغفر ذنبك مش عاجبك انت حر بس احنا قلنا لك الحقيقه لو قعدت تصوم رمضان 500 سنه ولا ذنب هيتغفر ما ينفعش ومش مقبوله فكره خاطئه فكره شريره لكن لو انت فهمت ايه معنى خطه الله من الازل مش بنتكلم عن حاجه اخترعناها احنا لكن دي الحاجه اللي اعلنها الله منذ الازل من بدايه ادم وحواء ونوح وابراهيم كلها اتقالت كده من الاول لحد النهارده اذا انت قبلتها مفيش مانع لكن كمان عايز اضيف ليه في الايه قال امين وعادل ما قالش رحيم ومحب وطيب وطويل الاناه كان يقول كده ان اعترفنا بخطايانا ربنا رحيم ويغفر لنا الخطايا ربنا طيب وبيحبنا وبيكروت الموضوع وبيسامحنا لكن قال تعبير حلو قوي لو نشوف الايه مره تانية امين وعادل حتى يغفر لنا خطايانا ليه قال امين وعادل؟ صحيح امين يعني ملتزم بما وعد به صادق في وعده عادل ما ياخدش حقه مرتين اذا خد حقه من البديل فهو ما ما يطالبش الشخص مره ثاني وياخد منه حقه فالمسيح لما قدم قدم علشان يكون بديل لكل من يؤمن هيستفيد من عمل المسيح كل من يؤمن. ادي ان الله عادل، الله مش هياخد حقه مني مرتين. فأنا جيت بالايمان ونلت بالايمان باسمه والايمان بعمله والايمان بقيمه دمه غفرانا كاملا لخطاياه. يعني ده العدل. آه. انا بدور علشان انت قلت العدل اساس الملك. بالظبط. العدل ايه؟ آه. ربنا انا غلطت في حقه والقانون بتاعه بيحكم عليا بالموت جه واحد تاني بريء مات بدالي فاذا اصبحت انا بريء مش رحمه منه لا ده, ده عدل لعدل صحيح العدل اساس الملك يا ريت يا ريت يا ريت يفهموها ويطبقوها حتى في المحاكم المصريه في هذه الايام الشريره اللي العدل الميزان بتاعه انكسر يعني عايز حضرتك ارجع لفكره الشعور بالذنب وعلاج الله خلي بالك الله قدامي دقيقتين نفسي اسمع منك العدل اساس الملك وتوريني عدل الله دلوقتي خلاص الايه بتقول ان اعترفنا بخطايانا الاعتراف مش هينجيني صحيح لكن ده باقرار ان انا محكوم عليا بالموت وان انا بامن بالمسيح الذي مات من اجلي فاصبح من امانه الله اللي هو وعد ومن عدل الله اللي هو اخذ حقه ان هو يعمل ايه؟ انه يرحم يغفر, يغفر يغفر صحيح. غفران الذنوب عن عدل صحيح ايه قبض الثمن ايه الثمن موت المسيح انا محكوم عليا بالموت نتيجه كل الخطايا اللي انا عملتها واي خطيه انا عملتها هي بالموت هو مات اصبح الحكم عليا بالبراءه عدلا اقول لا اشارك انا نفسي بس معاك ايه اخيره فاضل. عشان قبل ما نخلص في رؤيا 6 9 و10 فاضل دقيقه ونص لازم فاضل. اقرا الايتين دولت رؤية 6 تسعة و10 بيقول كده في سفر الرؤيا ولما فتح الختم الخامس رايت تحت المذبح نفو... نفوس الذين قتلوا من اجل كلمه الله ومن اجل الشهاده التي كانت عندهم وصرخوا بصوت عظيم قائلين حتى ماذا أيها السيد القدوس والحق لا تقضي وتنتقم لدمائنا من الساكنين على الأرض عشان نوري الناس اللي هيجرالهم إيه بيني وبينهم ربنا شوف ربنا هيعمل إيه في اللي بيحصل كله ده وكل الناس اللي بتمد إيدها وبتقتل أبرياء شوف ربنا هيعمل إيه شرح لي الآية دي في نص دي بص حضرتك هو العدل له شقين الله له حقوق لانه مالك هؤلاء النفوس الذين قتلوا وهؤلاء الذين قتلوا لهم مطالب بيصرخوا ربنا هم فاكرين ان دول ناس ماتوا وانتهى موضوعهم ربنا اخدهم عندنا ايه ان نفوس هؤلاء بتصرخ طالبه العدل وعلى فكره مصر مليانه الايام دي لما حد بيقتل يقول لك انا عايز اخد حقي انا عايز اخد حقي انا عايز العداله تجيب لي حقي في ابني اللي اتضرب في بيت اللي اتحرق في اي حاجه الناس بتطالب بالعدل فاللي بيموتوا دول بيصرخوا لربنا طالبين حق دمهم خلينا نشوف اخر ايه نتكلم فيها مزمور 85 10 رغم الوقت خلص يقول كده الرحمه والحق التقيا البر والسلام تلاسماه ازاي دي موجوده في العهد القديم وبتتكلم عن الرحمه والحق اتقابلوا ازاي اتقابل الرحمه والحق صليب المسيح. ازاي؟ فيه الرحمة اللي الله يقدمها لكل من يؤمن. مم. وفيه الحق اللي هو العدل. الله خد حقه من البديل الذي يكفي لكل العالم عشان كده في يوحنا الأولى 2 2 يقول الذي قدمه الله كفارة كفار بالإيمان بدمه من أجل الصفح متأسف الذي قدمه الله وهو كفاره كفار لخطايانا ليس لخطايانا فقط بل لخطايا كل العالم. اشكرك جدا ربنا يباركك شرفتنا وربنا يبارك كل اللي انت بتعمله صدقوني قلنا لكم كل الحق لا صوم هينفع ولا غيره هينفع وانت حر فكر زي ما انت عايز فهمتها وعقلتها وعرفت ان انت بتتبع عقيده فاسده وتيجي العقيده تنقذك من المستقبل اهلا وسهلا مش عايز انت حر. شكراً لكم وإلى اللقاء في الأسبوع القادم